صباح الخير. صباح النور يا محمد. يا رجال شفت بايت الليتات كلها طلقة. والله يا إبراهيم شفت الدنيا كلها طلقة. نفسي والله. يومك تروع ترقد روحك في هالمكان العود. ترى أنا قلت لك ترقد عندي بهذيك الغرفة. يا أنت ناخر. الغرفة الثانية ولا بسمعك؟ أنا بسمعك ما بنت اللي تسمعني. أنا ما بسمعني. فرق بيني وبينك بين السماء والأرض. أنت وين أول مدخل وأنا آخر مدخل؟ يا سلام. أي والله. والله هذه مشكلة. يا ربي هالمكان. بلاد والله يا إبراهيم. شو أصبحت ربك رقاد رقاد زين؟ كل زين؟ الحمد لله. الحمد لله تستاهل. صباح التزقريتة. صباح الرقاد الفنان. صباح الوجه لميفن. إذا ميفي لميفن كثر الرقاد. وخليج حالك؟ الحمد لله أبو محمد شحال. ها ربه رقاد الفنان. يا الله الحمد لله. ما زين للأبيض عليك يا إبراهيم. ما شاء الله عليك الأبيض. ملكي ملكي قادي ملكي. تبارك الرحمن تبارك الرحمن. ما شاء الله خير خير الخالقين. سبحانك يا رب. مكان والله غير لمونة. الله يزيدهم زوايد الخير. ودونا البحر هاك المكان الفنان. وعشونا هاك هاك العشر اللي عليه رضوان من الله. وهي لبي الصراط يعني الأمور طيبة. إبراهيم ما يحب السوشي وغير السوشي. ووزع عمره بالهمبرجرات هالميني همبرجر ميني همبرجر وزع عمره منها تبي يسوي يا ابو عيش كيف بعد مع ابوك غير المهم ويازل لا تبطي ابراهيم ثانك يو نسيت حبتي اقولكم شو بقولكم شو بقولكم شو بقولكم شعور لا يوصف سرت لي في الجد خيبه احنا مو ما شفنا احنا هالشيء الكذب خيب الكذب خيب الكذب خيب تبارك الرحمن سيرتنا تبتدي الساعة 11:30 بيونا الدريبي و ما بغينا نتريد فوق طلبنا حينها أنا وإبراهيم كلاب ساندويتش وبناكل منه إن شاء الله بنسير حينها جلسة فنانة شو يابرني آخر الدنيا هالجلسة وايد فنانة نيد السهمي بشهد هالمكان من المشاهير اللي اليوم بيكونوا موجودين عندهم الله يحفظكم في الإيفنت شي طبيعي منصور رقيبة الله يحفظه من القصيم ياي وصالح التويجري علي باشا هشام الهويش كل المجموعة هذه بتكون موجودة حد شيف بيكون من المجموعة الأسامي اللي عديتن شيف بيكون شيف يعني واحد اثنين ما أدري شو يسمونهم ما أدري شو يسمونهم اثنين يعني أكثر عن واحد فبيستوي بنحب نكون مثل لجنة التحكيم أنا وأنا وش اسمه ومنصور قيبة بنكون ضمن لجنة التحكيم فإن شاء الله إنها يكون هل الدعوة اللي مسوين الدعوة الإيفنت هذا مطابخ أكسينا مطابخ أكسينا تحدون يا أنا داعيهم قبل يا أنا داعيهم قبل ثلاثة شهور أظني أو شهرين لا والله شهرين أظني كنا في أبو ظبي أنا الداعي ولبينا الدعوة وصرنا لزولدورف أنا وإبراهيم ما شاء الله عليه وانبسطنا واستانسنا وعيذا من الله خير وزرنا مصانعهم مصانع المطابخ مطابخ أكسينا الله يحفظكم ما بمثل الشركات اللي غير يقولك والله نحن نصنع في المكان فلذلك دعونا وسرنا لين ديزلدورف حق نشوف المصنع اللي تحس كأنك قاعد في مصنع وكالة سيارات بل أكبر من وكالة سيارات يعني مساحة المصنع كذا كيلو في كذا كيلو فرحنا وفد كامل حد من الكويت حد من الإمارات حد من السعودية من عدة بلدان سبحان الله يعني الموضوع كان وايد جميل والتغطية كانت أجمل والحضور كان ما شاء الله واسع ولقى صدى كبير تصنيعهم
في مصانع ألمانية تصنيع مطابخهم. فلذلك نحن صرنا نشوف شوف العين وتابعنا الخطوة بخطوة طريقة ومدة التصنيع. لذلك مدة يوم الواحد بيصير يقدم يصنع مطبخ على هواه البيت، مدة التصنيع تأخذ فترة طويلة، لا بيوم ولا بأسبوع ولا بشهر ولا بشهرين، 3 شهور. فلذلك أنا واحد منهم، أنا واحد من الناس اللي طلبوا مطبخ تحضيري، خط مطبخ كبير يعني 4 أمتار في 4 أمتار، مش شيء بسيط يعني، مش المطبخ العود. الناس مضابي صدقاننا كل مسوي الطابخ الكبيرة، أنا مطبخي الكبير قالوا إن شاء الله الحول بنسوي لك إياه، بيضبطوا لي سعر مضبوط وبيعطوني، لأنه بيكون مكلف أكيد، لأنه ألماني على شد بحرة، شد المصنع، الخدمة الولايتية، يعني شيء صح. فلذلك تعنينا وشفنا وكان شيء وايد غالي، هي نعم، لكن الزين غالي ثمن من استوت الدنيا، الزين غالي ثمن، ما بالله ألماني، ألماني وهافي ديوتي، هافي ديوتي يعني لك وللزمن، لك وللزمن خدمتهم، شغلهم كان مضبوط وتابعناه الخطوة بخطوة، والحمد لله رب العالمين. أنا ما صرت إلا من اقتناع، ولا استعزمت اليوم العزيمة إلا أنا مقتنع من الشركة ومن الناس المضيفين اللي هم داعين لحضور هالإيفنت والفود تيستينج اللي بيسوونه بمناسبة، ما في مناسبة هي أصلا قدر ما هي تجمع مثل اليمع، رمسة سوال فيون تذكير، أو بما معناه أن نحن على بالنا أنتم. فلذلك زقرناكم من داركم لين زقرناكم دعيناكم من داركم لين الرياض داركم الثاني. فلذلك نحن نفرح بيكم وزقرونا مرة ثانية، ونحن دعيناهم بعيوننا أبوظبي، إذا الله راد دولة الإمارات إن شاء الله بيشرفونا، وبتكون جلسة وياهم جميلة إن شاء الله إذا الله راد. وإن شاء الله الروم نرد له ربع اليمايل اللي هم تيملوا فينا وكرمونا، ورد لهم كرامتهم. هذا أبوي كلاب ساندويتش مال إبراهيم، ويا أبو وايت توست، أنا رديت مالي قلت له أنا أريد بران توست، قالوا إن شاء الله بهي والله فالك طيب. إبراهيم أبوي ودر التليفون بارك الله فيك، وانت وين يلا وانت ياس تخرف التليفون، ياس تخرف التليفون. في لحم، هذا وش ذي اللحم؟ اللحم في الساندويتش بعده. اي والله ابراهيم هذا مش لحم. ها؟ مش لحم، لا لا لحم لا ان شاء الله اللي تشوفه مناسب سوا. ابراهيم ما اكلته؟ يو كان اور يو كانت؟ اي كانت. واي؟ بيكوز لاك كلوز. زقاوي هذا ما تدله ما يسمون. انا ما احبه انا مره. صدق والله؟ نعم والله. بسم الله عليك الرحمن. شفت الباب هذاك اللي وين ساير ريال؟ وربكم يا اللي تعبدون هذا المطعم مالهم الرئيسي مال بوفيهات. الصبح ريوكم من الساعة 6 لين الساعة 11. احنا ما بغينا. بغينا نتسحب على هوانا. يا ابوكم شيء مهول يزيق عقل ما يزيق عقله. غير عادة ما بغيت اصور. انا يعتني البهرة يا ابوكم من اول كم ادمي خدمه وهالمكان، كم ادمي يسوي يشتغلون في هالفندق، كم سنه يسوي يخدمونه. هيا ابوكم روح شغله. سمعتوا بالمكان اللي يقولون عليه رضوان من الله؟ هذا كان عليه رضوان من الله، هذا اللي حدث معنا شيء عجب. هذا فندق، فندق اللي يقولون عنه يغني يا ليل، هذا هو اللي يغني يا ليل، فندق يغني يا ليل. حروني يمزح يوم اقولكم اللي يغني يا ليل هذا هو، الاول سمعناه به واليوم ريناه بعيننا. مره ما يبال الكلام، شيء مهول والله مليون. بس عاد من هالتصوير يا ابراهيم عين ابوه ما تعيز انت. انا ما صورت محمد. ها؟ انا ما صورت.
منور يا باشا. تفضل. الله يكرمك. كيف حالك؟ من الفندق صحيح؟ ما بين ابويا ما عارف انا ابويا ستريد بقلبتي دريول نحيا ستريد دريول. هاي السياره من الفندق ها؟ ايه من الفندق. ايه انت من مصر؟ انا من المنصوره. اقدع انا مال عيونك مش خضري يعني. شويه طلعت لامك. اوكي بارك الله فيك. مبسوط سعوديه؟ انا هنا بقالي 15 سنه. اوكي اعرفك على صديقي ابراهيم. الله يكرمك. ابراهيم من باريس. من باريس اكيد ولا نوبه فرع النوبه شو بيروح يقول. شكرا يا بتاع المنصوره. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. وتخيل ان مش هني يا رجل خف علينا. والله مليون وسهلا. الحمد لله. وسهلا. هلا والله. كيف الحال؟ جيت مطابخ اكسينا. انا اللي بقولكم والله وبالله وتالله ان المملكه من بابها المحرابه انها تشرفت بك. لا حبيت امسمي اول ما طبيت المطار وجيت تسعالي ترى خادي وصل ترى خادي وصل ترى خادي وصل خادي وصل قصيم مير كل منطقه المملكه تمثلنا. الله يعطيك العافيه. خليت منك ولا بلا من ريحه كريحه. اي والله انا مبسوطين فيك. بالحيل بالحيل بالحيل. الله يحفظك. نحن جيتنا اليوم شو عليه مطروق شو سببها؟ شف في اثنين شيف. زين اوكي. الاول علي باشا. شيف علي باشا اللي هو هذا اللي هو هذا. وشو بيطبخ؟ تطبخ شيف سشوان ودائما تشرم. ممتاز ممتاز. بارك الله فيك. زين سشوان سشوان سشوان. اما الثاني الصلحي. خليني اوريكم شو بيطبخ. خليني اوريكم شو بيطبخ. هذا ابو الشيف الثاني. شو اسم الشيف الله عليه؟ الصبح. هلا والله مليون مرحبا. يا مرحبا يا مرحبا. الله تنور السعوديه يا فك. من ساعه من شو والله يا اخي يوم قال لي ابو محمد كنت بروح. يعلك تسلم يعلك تسلم يعلك تسلم. هذا ابو محمد هذا مرقوق. نعم ابى زي مرقوق اليوم اللي هو انت. ايه ونحن اللي بناك اللي انت بتزينه. نعم طال عمرك. ما تزين الا الزين. انت زين. هذا راعي من فيض ونبزناه تبارك الرحمن. وهذا المتزيز. نعم مرقوق. نعم وهذا البصل. ذولا مكونات. هذا فقع. ذا الفقع طاح الحينه طايحين في الشمال. ما شاء الله. إيه؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تستاهلون الرحمه. انا ودي اهتم بالتعقيب. الله يسلمك. انزين علي ما شيء مشكله. ابو محمد اسالك ايش تسمونه ذا بالامارات؟ وين من هن؟ هذا ابو محمد ايش تسمونه بالامارات؟ هذا خبز لبناني من الاصغاء. هذا خبز لبناني نسميه بسعوديه مطازيز. هي هذا من اشياءكم التراثيه انتم اللي تابع للسعوديه. وانتم عندكم بالامارات تسمونه مطززنا. ليش؟ ايش طززه؟ مطززنا هذا تسمونه. لا لا ليش انت حطيته؟ ليش؟ انه اخر شيء اي شيء عندهم اخر شيء نونها. من يقول لي؟ انا اقول لك. انت شو اسمك بالامارات؟ صالحنا. يا الله الله اكبر. يا رجل لا 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 ولا لا 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 لا. هاي معلومة خاطئة 100%. أنا أشوفها صالح ولا بصلوح ولا صويلح اللي هو وأنا عجل طايف. ها صلحنا. لا 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 شو صلحن. لا زقرنا كلمة تنقال للحرمة لمجموعة النساء. زقرنا زقرنا يعني قول فليأتي. طيب وراطة صديقي يقول لي صالحنا. والله شوف المعلومة هاي خطأ 100%. والله والله العظيم يقول صلحنا لمجموعة الحريم أو مجموعة البنات. صلحنا نونها. هي نونها. هي يبنا زقرنا. هي أنا بصلحنا. أنا حسب بس آخر شيء تحطون نونها. خف علينا يا رجل. هذا مرقوقنا. أنا حسب والله مليون مرحبا مليون مرحبا مليون مرحبا ابو سلمان. هذا اخونا طارق مسلم حق على الصفوه. والله مليون مرحبا. من اشهر رجال اعمال تبارك الرحمن. الله يحفظك. الله يحفظك يبارك فيك. شوف حق قلبي والله يا شيخ. خلينا نوريك. انت شيف رافي. انت شيف رافي قسما بالله. شوف هو اللي بعده. هو اللي بعده ما شاء الله تبارك الله. وطنيز الحمد حاشي. والحمد حاشي. انت
صراحه عاش كمان. اي وغلبت انت جبت روبيان. روبيان بيطبخ اليوم صيني. وش كان بيطبخ هو؟ ما بصين هذاك بيطبخ ما ادري شو نسيت والله شو اسمه. بيطبخ استشوار مو بالاستشوار. شوري 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 شوري. وانت الصبحي مطازيز مرقوق. الحين المرقوق غير عن المطازيز؟ لا المرقوق كبير والمطازيز صغير. يعني نفس الشيء صح؟ نفس الشيء. ولا مقاديرك هذا مطازيز. ايوه هذا بر. اي هذا فجع. والله هذه الحمد حاشي شرايح العمر رايح. هذه شرايح زين. هذا بصل. اي نعرف هذا حبحه. هذا هدد. وش اسمه هدد؟ اي ما اعرف. هذه الكوسه القرعه. طبعا احنا الامارات إيه؟ مختلفين احنا وياهم نفس الفكر ونفس كل شيء. احنا إيه؟ نسميه مطازيز. إيه؟ والامارات يسمونه مطززنا. لا والله العظيم انه غلطان. والله 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 انه صحيحه. والله انه عن منو احنا نقول اللهجه العاميه دي اي. لكن اذا في درس قواعد اختبار لهجه اللغه العربيه تقول دجاج. مثلكم انت يعني احنا نتكلم باللغه العربيه الفصحى. والله كل حد يتكلم باللغه الصح الا انت عاد بالصلح. نعم انا ابو عزقرنا وتعال وصلحنا. والله والله كنت اول صلحي شو تشوف انت المكان اللي تطبخ فيه نفس المكان اللي تطبخ فيه في بيتك؟ انا عندي استعداد. نعم انا عندي استعداد اقعد شهر لحالي بمطبخ. نعم طريساتي ابو محمد يربك. نعم. مدلعين انت دليل. نعم. مطبخ يدلعك هذا يخليك تبدع. أكسيمة. نعم أكسيمة. أكسيمة هي أكسينة. أكسينة آسف. انزين أكسينة. شهي يراه تعشي بالله عليك قال لك ليش طيت على الغداء فاضي انت حسبته 10 دقائق. نعم شو تسير تجي تسرع. شوف 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 لا تحاتب يدخل شيء ولا سياته ابو محمد شيء خرافي. نحن رح ليت كله سرت ويانا المصنع. نحن شفنا العذج بامه. والله ما يجي نقطه من محيط لان اللي هناك اللي هذا اللي تشوفه ميوب من هناك ميوب من عمل بحره شد المصنع. يوم يقول لك شد تسمع بشيء اسمه شد المصنع. عرف انه يتكلمون عن مطابخ اكسينه شد لا المصنع. لا صراحة أبو محمد هي. أنا أخفي كلامه هي. أقول الصدق. نعم أنا كنت أول أسمع بها ما توقعته كذا. لا أقول لك غير أنا عطوه معلومة. وشوف عطوه معلومة قالوا هذا محمد أها خشب نزيل شوف عجيب سبحان الله شيء أخوان. والله ما العجيب إلا أنت. الصلحي تعرف من طبخ قبل كني في هالمكان؟ لا اتوقع انه انا اول واحد. لا والله ما بنت منهم. اي ها طبعا. لا يا رجل طبخ ابو داوود سليمان القصار. وش طبخ؟ طبخ ما حد طبخ مثله. نسيت والله لكن طبخني اكيد القصار بيطبخ عيوك ولحوم وطبخ سمكه. سمك هي هي القصار. شوف اللي بنجي لمك بالمرات عيوني نبي السمك. ما يهمك والله ما طحت الا واجف. ونبي الروبيان. ما يهمك كل شيء موجود. انت الزين ولا يطيب لك الا الزين. ما بتحصل الا كل شيء ممتاز وزين. كل الامارات على راسي والله. يعلك تسلم. والله ونعمه هللي والله. لا خلا ولا عدل. يا رب محمد. ما يندرابك عاد اليوم. ما يندراب الطبخ. لا لا ان شاء الله. ان شاء الله. ان طلعت زينه فبقعد. طلعت شينا فهج مع الفاتحه. علي باشا اهلا وسهلا. ايش حالك شيف؟ هلا. الحين اسمع الجماعه يقولون عنك شيف لكن انا ما اتوقع انك شيف. انا هاوي طبخ. انا شو انا شغلي ولازم تقول الاكسبرتيز حقتي في الماركتنج. ما شاء الله. نعم بس الطبخ هوايه من صغري. ما شاء الله احب اطبخ. ما شاء الله. حتى الان دحين لكن انت ما عندك السناب؟ لا نقلت انستغرام. انا عندي قناه في الانستغرام انزل فيها وصفات يوميه. شفتها انا شفتها لكن ضروري كل حد يعرف انت منو. ضروري انت شيء يعني مغفولا عنه. لازم العرب تدريبك حبيبي. الله في السعوديه كلنا نعرفك وفي الامارات انا افضل ان كل جماعتنا وصدقاننا يعرفونك وايد. الموضوع هذا ضروري عند شو اللي يميز طبخاتك؟ الله يحفظك. اطبخ في دقيقه وسهل الطبخ يعني بدل ما تقعد قدام عارف الطاوله قدام التلفزيون 45 دقيقه تشوف لك وصفه. دقيقه واحده بدك تعرف تتعلم كيف تعمل وصفه بالضبط
باسهل طريقه واسرع طريقه واسلس طريقه ان شاء الله. بارك. شوف شو طبخك اللي بتسويها الحين؟ طبعا الطبخه اللي هعملها الان عندنا سيشوان بيف. سيشوان بيف كريسبي بيف وعندنا برضو دايناميت شريمب. هعملهم بصوصات مختلفه مقليه. ان شاء الله تعجبك. ان شاء الله. وشيء حلو ولا لا؟ هو حيكون صيني طبعا، عارفين الاكلات الصينيه دائما تندمج بين الصوصات الحلوه والحامضه. سويت اند ساور. سويت اند ساور وفي نفس الوقت حيكون حار. سبايسي. الله يعين اللي ما ياكل حامض. لكلنا ابوي ناكل حتى الحصى. طيب ما علينا باس. للي يسالون يقولون وين مطبخك؟ نحن بحيدك مرتب وماخذين مقاسات للمطبخ. المطبخ اللي خذوه، خذوا لي المقاسات شركه اكسينا، قايلين لي 90 يوم عمل. 90 يوم عمل لين الحين خلصنا ما يقارب 55 يوم، بعده باجي عندهم ما يقارب شهر وعشرة أيام، شهر وعشرة أيام أو شهر وعشرين يوم من يوم ما جينا من دزلدورف، تقريبا كملنا شهر وعشرين يوم، يعني باجي لي شهر وعشرة أيام، باجي شهر وعشرة أيام وبيزها بالمطبخ، لأن تصنيعه مش من السعودية ولا من الإمارات ولا تقصير من اللي يتصنع لا في السعودية ولا في الإمارات، كل شركات تعتز بصناعته، لكن شركة أكسينا تصنيع وتجميع وشغل مطابخهم في ألمانيا في دوزلدورف، مكان المصنع اللي نحن جيناه سوينا له تقييم ويا الجماعة قبل تقريبا ما يقارب شهرين أو شهر وخمسة وعشرين يوم، إن شاء الله إنه بيكون زاهب في قالوا لي في أول شهر واحد، إن شاء الله إن في أول شهر واحد بيكون جاهز. وبيبونه بيرتبونه، بصور لكم اثناء التركيب وقت التركيب كله بيصور لكم. سلمان الحين هالرجال سلم على العرب كلها، انا ما سلم علي ذي حرم عليك. رتسمناه حق لا ابدا ابدا سلم علي علي نعم سلم في اليدين ما حبيتني وبعدين حبيتهم كلهم. لا شوف يا طول العمر لبي في شغله ثانيه. انا وش لابس اليوم؟ طيب الله هاي تبع حضن. ايش حالك؟ الله يسلمك. مرحبا مرحبا راسي هشام، على الله يحفظك. والله مليون مرحبا طول عمرك. ابرك كم ساعه في هالعمل اللي بيجمعنا عمالقه ما شاء الله. على راسي حبيبي انت والحبيب وبصل، على الله اللي يخلينا منكم ان شاء الله ويحفظكم وان شاء الله تشرفونا في بلادكم. والله مليون مرحبا. لا خليت منكم. حياك الله يحفظك. وزايد الحمد لله على السلامه. متى وصلت؟ نورت. عبرك كم ساعة أشوفك، تمنينا نشوفك البارحة. خليك إن شاء الله. إن شاء الله. شوفوا ما شاء الله منصور زعلان من شغلة من الصلحي. وش السالفة يا منصور؟ إيش القصة؟ إيش القصة؟ تعقيم صفر يا أخي. ترى طيب إسحاق ودني. تعقيم صفر؟ لا أصفر. الله أكبر يا الدنيا. وش غيرك علي اليوم؟ حطوك تغيرت علي، حطوك رئيس تحكيم، تغيرت على رفيز. اي خلاص الناس ما الناس ما قامت يا الصلحي. يعني لا لازم يعني هو يبيك. والله لك شكله هو اللي يحوس واللي يخرب. وش قال لك؟ ما تصير يقول. المهم لا تحارشه عشان لا يخصم عليك بالنقط. ما تعرف خوي، ما تعرف شيء صديق شيء. شف تلتزم. اي لا ولا تدرك وتتسنق التكافع. سلطان السلام عليكم. ايش حالك؟ الله يحفظك. كيف سلطان؟ نحن هذا المطبخ كلاسيكي صح؟ هذا من المطابخ الكلاسيكيه الموجوده عندنا في السيره. تشكيله واسعه من في منها الكوشن في منها الأخف من هذا الشيء. كيف يعني أخف؟ أخف من ناحية الكسرات والحفرات. في ناس ما يحبون مرة يحطون أشياء كلاسيكية ثقيلة عندهم في البيت، فممكن تخف الكسرات هذه ويكون يعني اللي بيطلب يقول يعني مثلا أنا ما أريد هذا كامل فيه الحروف، يعني أريد حرفين. ممكن صح؟ ممكن هذا اللي تقصده. نعم طبعا مطابخنا كلها ألمانية 100% تصنيع وتجميع، ونفس الماتيريال المستخدمة فيها كلها ألمانية 100%. المطابخ عندنا شاملة، الضمان شامل، الفصالات والمطبخ كامل 10 سنوات. الفصالات شو هي الفصالات؟ الفصالات اللي هي نعم حقة الدواليب، سواء الدواليب السفلية أو حتى الدواليب العلوية. أيوة. أي شيء في المطبخ شامل الضمان 10 سنوات، حتى الأسطح. الأسطح طبعا مقاوم، الأسطح طبعا مقاوم للحدود، مقاوم للمويه والحرارة والرطوبة والغبار والحشرات. مش خشب هذا؟ إلا خشب. زين خشب زي وليش خشب ما مطلي يعني هذا؟ 7 طبقات حمايه وعليه ضمان 10 سنوات استبدال في حال توجد اي ضرر عليه. ايوه يقاوم الحراره والمويه والغبار والحشرات، مقاوم للخدوش ومقاوم للحراره.
مطابخ ثانية زي مطابخ المودرن اللي تنجد تكون للناس اللي حابين يكون مطابخهم بشكل مودرن. يكون هذا يكون داخل الفلة ولا جانبي؟ لا لا هذا يكون داخلي. يفضل يكون هذه الأشياء تستخدم غالبا المطابخ المفتوحة على الصالة. نعم. يستخدم الأشياء المودرن بحيث أن تناسب مع باقي مدينة الصالة. من ضمن الأشياء الموجودة عندنا درج هذا وفعليا درج مرة واحد بس هو درجين درج واحد. أسكر سكر مرة ثانية؟ هو يتم برا هو درج واحد. نعم. بس لما تسحبه درجين. أيوه والله هاي بصرة. كمان كل المطابخ عندنا تحمل أوزان ثقيلة فلا تحمل لا تشيل هم مع مشكلة الوزن. سبحان الله. خذ أريحية في المطبخ. كم وزنك أنت؟ أنا وزني 60. يتحمل وزني مرتين ما عندي مشكلة ما عندي نهائية. وزنك انت شيخ؟ 100 كيلو. اوكي بنجرب. هو قال هو قال الحين يتحمل 200. هو يتحمل 125 هذا وزنه 100. ما شاء الله تبارك الرحمن يا عثرة الدرج. يا الله يحفظك. ما شاء الله. شوف مره ثانيه اسحبه بس رد يشتغل ولا لا؟ كل نظام الهيدروليك سبحان الله بارك الله فيك. الزاوية هو الزاوية من أهم الأشياء الموجودة في المطبخ فممكن نستفيد منها بعدة طرق. هذه إحدى الطرق. أيوة. الأكسسوار يطلع في الخارج عشان نستفيد من العمق حق الزاوية. هي هي هي. نتعب أحيانا في تخزين الأشياء في الزاوية. نعم نعم. دائما متعب الزاوية معنا. الحين ما ترم حد يوخي وينكسر ظهره ولا قال لي ظهري أبدا. تكون دوري. سبحانك يا رب. عندنا الزاوية الثانية. الثالث هو ان فيها لما تكون عندنا منطقه صغيره احنا نستفيد من العمق الداخلي للزاويه نركب مثل الاكسسوار هذا هو 360 درجه. الله 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 ويقفل معنا. سبحان الله علم الانسان ما لم يعلم. عندنا مثلا انت حر باختيار اكسسوارات الزوايا. هذه الزاويه تكون على جنب مجرد رفع عادي بسيط. نعم. للاستفادات البسيطه نفس الشكل الخارجي من برا مع الجهة الثانية بس بطريقة سحب سحب للبهارات والزيوت. أيوة ما بحسهم سلطان. هل تعلم أني أنا قبل ما ييكم إيه؟ ودوني بلاد اسمها زلدور إيه؟ اخترت مطبخ إيه؟ من أكسينة إيه؟ وقالوا لي بياخذ شغل 90 ليلة 90 يوم. صحيح. 90 days work. صحيح. والشغل هذا الله يحفظك لين الحين قائم يشتغلون على شغل يهن الليلي المطبخية الحين تقريبا من 75 يوم من وقت ما هنا من زندور من دبيل من عندكم وخذوا المقاسات وسووا لي الموديل وسووا لي كل شيء وإن شاء الله إنه بيجهز بعد في رأس السنة بعد رأس السنة 15-17 ما راح تتحسف على الانتظار أكيد أكيد مطبخ. عطوني سعر مضبوط هاك الأيام. هل إن حاليا في خصومات ولا السعر الأولي؟ حاليا في خصومات 30% على جميع المنتجات في جميع فروع الخليج. نعم. بمناسبة نهاية السنة الميلادية كل الموديلات ولا شيء موديلات؟ موديلات كلها الإيداد والأوليات ولا بس الموديل القديم عليه خصم؟ لا كل شيء متاح في معارض اكسينا في جميع دول الخليج عليه خصم 30% نهاية السنة الميلادية. حتى اذا مثلا بغيت انا مطبخ عدل عليه انا ما اريد درج واحد اريد درجين اريد ثلاثة هل هذا يشمله الخصم؟ بالضبط بالضبط هو الخصم على جميع الموديلات على التصميم اللي انت تصممه باختيارك بحسب مقاسك. كم بالمية؟ 30% في جميع انحاء دول مجلس التعاون؟ جميع انحاء دول مجلس التعاون حتى نهاية السنة الميلادية. ماشي باجي عن تنتهي السنة الميلادية كم باجي؟ لحق باقي 14 يوم إن شاء الله. شعري بوي قرقشو ما يبالي كلام قرقشو اسمي كباحي عشيتنا عشاء رقم واحد والله عشاك البارح يعني من الآخر على ما قاله أقل أقل ما نقدر يعلك تسلم يعلك تسلم لكن إحنا فاجئنا بالجو إنه بارد زيادة على اللزوم من إحنا ما كنا ندري هذه الرياض أنتم ما شاء الله مصيفين ما درينا يا رجال فاجئت البحر أنتم على البحر إحنا لا خلصت أول وجبة شكرا يا علي حبيب قلبي مع لجنتنا يلا يا أبو خلود والله شو بقول لك الشكل مغري ذهب 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 ما بربيان هذا يلا خليني أعطيك أغنية إماراتية أو إيش إيقاع إماراتي زين إيش علي هذا اللقاء لقاء إماراتي يعني
هلا يا هلا. هل هل اهبط يا رجال. وين الشوكة؟ ليش مش شوكة؟ ليش مش شوكة؟ فورك هذه شوكة بس ما بدل ما قطعوها. بسم الله. لحظة الحقيقة شيف. هلا خشم ما لنا خشم احنا بس اهي جدا ما لنا في خشم. لحظة الحقيقة بسم الله. ها شو هشام؟ ها اعطيني رأي. اكيد والله مية انت مطعم مية مية. يا صلحي محتاجينك تجي تغلط واحدة تغلط واحدة جمبرية. أنا يقولوا لي أنت ما تصلح لك الصوالح. وأنا أبصم لك بالعشاء أن طبخك ولا أقدع شيف. لا تقول لي شرف عليهم. لا تقول لي هاوي أنت حبيبي. أنت عاشق حبيبي. أنت متيم في الطبخ. هو لكن العشق صراحة وهذا هو الصح. متعب لازم رقم واحد متعب عليك رفجتي لازم نجرب يا ربي متعب لأنه حاسر ما يبي يظهر في التصوير البارحة حيث أنه متشيك ومتعدل رز وسلمان وسلمان قالوا أبوي هذا فود تيست ما بشبعة صح ما بشبعة أنا طلعت الورد حتى الصحن لطم الدنيا كلها ما شاء الله عليه طلعت الورد صلحي يعني مداخل العافية يعني مداخل العافية يا شام هذا حق دكتور اي ما شاء الله تبارك الله قاعد تدفى بشتاء يا بحر احنا جينا على البطانيات هذا اكل صيفي اكل صيفي لا احنا بشتاء جينا على البطانيات احنا كل شيء دفي سكرتو صلح صلح قول الصدق نزيل راقوك شيء اللي غطي على بس ولا تحفون اندحون هلا بمرقوك محمد بس بصحاني ما حد آكل بس لا والله ما قصر حصة شو عندك عندي المرقوق أنا هذا جاهز جاهز اللي حقك جاهز مرة هذا يسمى تسقيط تسقيط مرقوق نحطهم من عند الينبر من عند الينبر علشان وين نبرة ال ايوه انه ما يحط جميع لا حط جميع صار عجين اي صار تيجي الكراسي مكينه لا حتى كرولا هو يوزع توزيع يا ابو محمد علشان تجيك مرتبه. طب صلح اللي يسال يقول هل الحاله النفسيه للمراه وقت الطبخ هذا ياثر على نوع الاكل ويعني لا انا اكتشفت منين من المطبخ من طراز المطبخ من الخدمات اللي عليك يا عمي يا مظبط كسينا انا شوف لو هذا مطبخ شوف هذا مطبخ بيتي والله ما احضر فلافل الشده وانا بدون تصفط احس تلفزيون هنا ما يهون عليك تطبخ فيها المطبخ ها ما يهون والله ما يهون عليك والله ما يهون عليها بحط غرفه نوم يا عادل جنبي اطبخ وانا اللي وانا اسف شاشه الخلطه بس ما لا يحطوا لها اسم ثاني لا لا بسمونها لا لا ما تصيرش بالنوتيلا مرقوق النوتيلا وش تسميها جدة؟ بيسمونها هم مرقوقته شو اسمه؟ مرقوقته لازم تحكم بوكس على شيء مرقوقته وبوكس عشان تطلع معه علشان تطلع معه اسمه مطازيز ولا يفتحون ويعلمونك انه صدق غلط انه تطلع عليه اضافات منصور تدري الصد عنده رقص اسمه رقص الشيخ والله ما ظنيت انه رقصه صلحي وش ابغى ابغى زي الحركه شوف ابغى زي الحركه بحلت الملاس وبخليت اضرب راس وسلمان هالريال من جيت انا وسلمت عليه وسولفت له ما خبرتوني بهالريال هذا اقول رجع ما طاقم سلم نعم. من اشهر تجار البخور والعود بالمملكه ما شاء الله يعني الله يحفظه وين مكانه لازم تزوره احنا عالم الصفوه صفوة؟ عالم الصفوة حريت من صفوة في الدمام؟ لا لا عالم الصفوة أيوة. أنتوا بالدمام الكم كان في أبوظبي؟ في الإمارات؟ لا عندنا بالشرقية وبالرياض وجدة ومتناوي في أبوظبي بنفتح إن شاء الله قريب إن شاء الله تشرفهم لازم تشرفهم عيوني تيكم عيوني أنا بطريقي من فهد بالملك فهد بالرياض إن شاء الله عيوني تشرفهم اصبر حيلة بالله عليك خدمتك
أمك تتابع لي؟ قسما بالله إن يومياً تعطينا أخبارك. لا إيه والله قهوة المغرب تعطينا أخبارك. يا الله يحفظك. تقول اليوم راح، اليوم طبخ، اليوم عزم أخوه، اليوم أنت علمنا كل تفاصيل. سبحانك يا رب. أنا صرت آخذ منه، أنا ما أتابع سنابك، أروح المغرب وأخذ معلومات من أمي. تأخذ الفاينل من والده. آخذ التقرير. إنزين سكون وين أنت والله يحفظك؟ القصيم. ما شاء الله ما شاء الله. ترى يسرنا ويشرفنا إنك تزورنا. عيوني فيكم إن شاء الله. أنت وضيوفك وأهلك. الله يرحم والديك. الله يرحم عمارك. يا ابو الصلح هذا ابو محمد شفه هذا متزيزنا. ايوه الما شفت المليبو. أيوة. هذا يشرب كل وهذا عجين بر. نعم هذا عجين بر متزاز. نعم. على خفيف شفاف ما شاء الله ما شاء الله. يبي له ساعه. نحن نخدمه المرقوق في بيوتنا يا غير. نحن ما ناخذ جاهز هذا، نحن نعينه ونرقه ونحطه في البيت هاي الساعه. حلو. نعم في نفس الوقت نعين ونرق. هذا نفسنا طريقتنا. عين هذا حمد. هذا طريقتنا اليوم. انت مسوي ما سرعه. اليوم اي. هذا معدل ومزين. انتم مزينين في البيت. عينين وقهوه مره 100%. ايوه مقرصينه وجبتوه وحطيتوه. نحن لا نسوي القرص عود. شوف نحن على الله يحفظك من تذهب المرقه عينا ورقينا لحفوا القرص فوق. أبعطيك معلومة بس أبو محمد. من يلحفوه فوق لحفوه يقب القرص قطعوه بسكين وسار راس رويسي. بس معلومة بعطيك معلومة. الطحين هذا طحين بعول. بعول عندي معنى كلمة بعول. بعول هذا يزرع بالبر. آه. يحط العيش ولو جاء موسم الأمطار. نعم. يطلع. بعل. نعم. نعم. هذا البعل. ما شاء الله. لا في ماء ولا في سماد لا في شيء نبات طبيعي. تبارك الرحمن. تبارك ولذيذ يا ابو محمد. وين يوجد؟ يوجد عندنا بالقصيم. لا هنا واللي في الرياض عندي قاعد سيف يوجد. سيف وسيفي في اليبل. انا في الرياض. ايوه بالرياض يوجد. وين القطع؟ ما ادري وين بالضبط محلاته بس بالقصيم عندنا يزرعونه ويجلب السوق. شو مكتوب اسمه؟ مكتب عليه اسمه وتلقاه ياخذونه بخيشه سهله عادي. تاخذوه وتروح تطيبه. اللي هو التطيب تنفض المراوح. لا ادري ما عليه. لا لكن هالشكل مرصص وزاهب يعني مثل كلام زاهد. نعم. اي عندنا هذا تلقاه عند اكلات الشعبيه. ايوه برياض باكلات الشعبيه. بارك الله فيك. شكرا شكرا يا الصالحي. شكرا شكرا يا الورد. يا بعد بنشوفك في لندن يعني. بنمشي لندن بس شف لجينا من لندن ترى بتيجي عندي بالمخيم. عيوني تيك القصيم ان شاء الله ان شاء الله اذا الله جعل من المحيين. نحن بني من لندن في اول شهر واحد بيرس بلادي 10 ايام 15 يوم. حلو. وان شاء الله بيجيكم وقت مره طيران. عز الربيع طيران من دبي عندنا بالقصيم على طول. والله دايركت عيوني تيك على طول 24 ساعه طيران. ما شاء الله ما شاء الله. اربع رحلات او خمس رحلات والله. ثلاث طيران لدبي وللشارقه ولابو ظبي على ما اعتقد. شكرا على معلومه البعل البعول. نعم شكرا شكرا يا الله يحفظك محمد. عمك 40 سنه؟ هذه لها 40 سنه ذي ابو محمد. ليش هذا الخشب؟ هذا الخشب هذا حق الاولين. هذا يحطون به المرقوق. ليه؟ عسب يبرد بسرعه. ما كان في صحون هذا كان مخصص للمطازيز والمرقوق هذا. ما شاء الله. اي والله هذه لها 40 سنه. على فكره لازم الكل منكم الجميع يعرف ان المرقوق اول ما يغرف حار ضو جهنم نار الله المغدة. فلذلك يحطونه في هذه هم في هاي الاناء الخشبي له اسم ولا ما له؟ هذه صحفه يحطونه في الصحفه على اساس انه بسرعه يبرد. شكرا يا الصلحي. شكرا ونشوفك ان شاء الله في مدينه الضباب ان شاء الله باذن الله. بس ترى شف عندنا مخيم انا منصور. نعم ابن فله ونستانس وجنبنا الامطار والشعبان والوناس. عيوني فيكم ان شاء الله. ونعطي كسام في الطيران. ايه اللي ما عيني تفجر تنوح افراق. عيني تفجر تنوح افراق خلي صدي عنها يا لا 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 ابو جديلين طويل ويتعب اللي يمشي طوله يا لا 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 عيني تفجر تنوح افراق خلي صدي عنها يا لا 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 مخملي مخملي يا مشيطانة لا 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 شرايك الجو شرايك الجو
الجو رهيب والله من الاخر ابو محمد. الله يحفظك ونعم فيه. الله لا يقطع من مخوك يا ابو خليل. امين ويحفظك ان شاء الله. الشباب الطيبه والله. يعني الله اشتقنا هلا هلا معي الجويه اهلا لك يا حج ركز يا علي ركز يا حرام خليك عندنا انا هي بحرام ركز يا علي اي محمد انا جالس لهكي ابي حرك يا ويلك من الله ويلك من الله والله طباخ رغب واحد ما شاء الله تبارك الرحمن شوف شو الحين مسوي الله يحفظك طبعا على الان شوان بيف شوان بيف اللي هو اللحم الصيني المقرمش نعم عليه صوصات وخضروات معينه ما شاء الله الشيف ضروري تعطينا رقم حسابك في الانستغرام حق الجماعه كلهم يبونه حبيبي اتشرف بكم كلكم باشا cook.ar ما شاء الله ممكن برضه اخونا خالد ان شاء الله ان شاء الله مره ثانيه باشا cook.ar نعم. هذا حسابي في الانستغرام خشوا حتلاقوا فيه وصفات دقيقة بالكثير هتعلموا كل وصفة وصفة بارك الله فيك شكرا 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 استاذي عمره مدمن يوميات خادر خادر الله يحفظها اي والله لكن ما ابغى نلقى ترى راح ترى وجاء ترى صبر ابغى احط لكم سناب خادر خادر وانا ترى المثل بحط لكم ابوي سناب هالريال الزين ابو سلمان سنابك ضروري اثرى صحيفة سنابي ومتابعيني كلهم ضافوك الاوليين وان شاء الله اتمنى واطلب من الله ومن جماعتي اللي عندهم ضعف انهم الاداد انهم ضروري يضيفونك ضروري على كل حال انكم تضيفون هالريال ابدا كل علم وعلوم الغانم والطيب والاخلاق بر وبر وصحراء ويبل بحر لا بحر نحن معتدل الثلاثة صوص حط من الصويا صوص الملح واخر شيء حنحط زيت الفلفل شباب حطينا اصابه ما بدها اللي يكون الاول بدها ثلاث ثاني ثلاث ثالث ثلاث ثلاث ثالث ثلاث ثلاث علي باشا علي باشا علي باشا لحم لحم الحين هذا اي لحم وبحطكم التمرين شوفوا الاشتاد شوفوا الاشتاد بسم الله شو اسمها الطبخه الحين هاي تعتبر سيشوان بيف كريسبي بيف او سيشوان بيف صينيه هاي فلسفه سمعت انت ارمس وانا بعيد وراك هذا ابوي هاي مسابقه في تويتر مسابقه بين الصلحي هذا والصلحي ها حبيب قلبي يلا الله ما شاء الله وهذه علي باشا هذا الشيف علي باشا مسابقه الطبخ الصلحي سوى مرقوق الشروط انك تكتب بتويتر تغريده في هاشتاج كسينا للمطابخ من تتوقع بس حمون على ثلاثك الواحد ثلاثه حلو سوي تغريده بتويتر بهالهاشتاج هذا كسينا للمطابخ حلو يعني اللي يربح كم واحد اللي يربحون كل واحدة ثلاثة منو بيدفع ثلاثة الآلاف بدفعون كسينة أشوة تحريت أنا والله العظيم ما شاء الله عليك أبو سلمان مبدع مبدع ما شيء بصبر شو صبر زين زين لو قام من نومه والشين 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 شين لو غسل عيونه لا أكلم من بكرة أكلم من زوجتي يا ما كذب والله إني كذب حلف بالصلح يا كذب لا صادق هو بعض الوقت صادق بعض الوقت يا كذب بس اغلب شيء اجمعها اجمعها بنفس السالفه صادق ويا كذب
علي باشا، علي باشا، علي باشا. حبيبي. حبيبي. ليش ما نقدر نأجل الطبخة ناكلها بعد نص ساعة مثلا؟ طبعا. ليش؟ اللحم ليه؟ كريسبي. نعم. تخيل اللحم كريسبي حطت عليه صوص وقاعد 10 دقائق ايش حيصير؟ الكريسبي يحس بحلو الصوص وبعدين يصير ليه. مش كريسبي يستوي. يصير مو كريسبي. ايوه. الافضل انك تاكل وقت. سبحان الله، شكرا على هالمعلومة الجميلة. الله بارك الله فيك. علي باشا. هلا حبيبي. متزوج أنت؟ متزوج وعندي يوسف. الله يطرح لك فيه البركة. شو عن الطبخ بالنسبة في البيت؟ في البيت؟ نعم. أم أم يوسف. أم يوسف. نعم. إعلاميا مظلوم. تبارك الله. كل الناس بيقولوا إيش؟ أنت بتطبخ وتاكل مرتك، مرتك الله وقتها يا بخت. فاهمني؟ زين. ما معك فيني أنا بطبخ مرة في الأسبوع هي تطبخ سبع مرات. بتصور. هذا موضوع إعلاميا. ما شاء الله يحفظها إن شاء الله. اللهم آمين يا رب. ويبارك لكم إن شاء الله في يوسف. اللهم آمين يا رب. يطرح فيه البركة. اللهم آمين يا رب. وقت الحكام عندنا أبو هش، أبو خلود، وين مصور؟ شف. إبداع كان تبغى الصدق. الله يعطيك. لأن الحين الشكل إبداع. الله يسلمك. شو اسمه اللي قبل هاي؟ طعم إن شاء الله يطلع إبداع. إن شاء اللي قبل شو اسمه الربيان هذاكي؟ دايناميك شريم. هذاك رقم إبداع. يا غير هذا الله أعلم بلك الشكل إبداع. لأن الحين والريح رقم واحد، لكن الطعم العلم أبوي عند الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله يطلع يعجبكم. نسوي ميكس رز مع السشوان. يلا يلا. ما أبدأ قبل طبعا. أنا؟ والله انك تسبيلين الحين. لا لا عصمتي يمناك يا شيف. لا عصمتي يمناك، لا عصمتي يمناك ولا عد مناك يا شيف. عليكم. طارت برزاقها، وين مرقوقك؟ يطبخ يا اخي ظلم ذا. يشبعونهم من يقول الله مو بزين. لا 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 انا كنت لقمه واحده هالكبير بعد راسي ابو محمد يا بعد هذا اللي راح لك على راسي استراتيجيه انا خلوني ياكلوا على الرجال. لا يا اخي ظلم الحكام لا تذروا الله يرحمه. وانت صالح ابراهيم طعمت له بعد؟ كم يلا رايك يهمنا يا ابراهيم. قلت لها هافي انا يشبعونهم من يقول لهم مرقوق عادي راح مطزيزك يا رجال ضف صحنكم. 1 2 3 كيف طعم صديقي الجديد؟ والله ما في راح. اي راح هنا شيء هذا منافس جديد. ها بصورك شوف. لا شن لا بس انت يا شيف كيف الطعم يقول لك جديد بخيل بخيل باللحم اكل اليابان. والله العظيم انا على بالي 5-6 اشخاص. ما ادري ابراهيم ليش مغطى لسانه. طعم ابراهيم طعم مره ثانيه طعم لو سمحت. المرقوق اللي درجة حرارة فيه ما فيش بطل سانك برد ويبي ليل. أنا ما أشوف أحد يأكل مرقوق. وليش تبغى تطل سانك قبل؟ أنا ما أشوف أحد يأكل مرقوق. والله بعد لا. الحمد لله على هو مباشرة. عاش الصلحي عاش الصلحي عاش الصلحي. لا 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 ما واجد. لا حد يتعنى ويتصرف على شغله. ها مبروك مبروك الصلاة. لا 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 ما عليكم بس الحين اوقفوا دقيقة بعد بس سكروا جوالاتكم وبوريكم حاجة. يلا حلاكم ما شاء الله تبارك جيران يا عيال طابق تحت النار هو نظرة فاكر مين ما شاء الله تبارك الله. شوفوا الجمال سم سم طبعا. ايش يجي الصيني جنب الشغل ده يا عم؟ هذا شيء وهذا شيء، هذا جغرافيا وهذا تاريخ. دقيقه دقيقه عشان حطوه هون. يا سلام طبخه 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 رقم واحد ولايتيه. لا عصمه يمناك لا عصمه يمناك يا الصلحي. خلنا نضيف والفقع والدنيا وهبات الريح تبارك الرحمن. يا بعد راسي والله ابو محمد الراس الله يا بعد اهل الامارات كلهم. لك تسلم لك تسلم ما عليك زود. اهم شيء عليك بعد عزلت حق عمرك. اي هذا حي فات حي فات حي فات شباب محمود منصور الاكل اللي شفناه ودقناه. انت طبعا ما حتقول حتصوت اكيد
بس حطيت ببالك اكيد ما يبغي له كلام وانا حطيت ببالي وانت مبسوط ما حطيت ببالي بس انا اقول خلنا لا حد يروح حرام لا حد يروح ثلاث اصوات شخص واحد وهذا فيه اجحاف يعني ما عندك احسن شيء تدخلون وتصوتون الهاشتاج مطابخ كسينة كسينة المطابخ او كسينة المطابخ ادخل هذا هو الهاشتاج حاطه بتويتر انت صراحه والله شوف عندي العقل يقول شيء والقلب يقول شيء صراحة أنا والله اتفق الاثنين قلب العقل أنا واحد نعم شب خير مارو مظلم والله مارو كذب سمك وتيوس أنا ديوس عزينة أقل كوليسترول نعم أقل كوليسترول هذه أقل كوليسترول باللحم ذق هذه يسمونها البورس كيف والله لحم الحاشي من التيوس مو التيوس يعني الغنم من غير طبعا هو يلا الناس اللي اسمين ناس يروحون مع الشيف ناس يروحون مع الصبح حقين الحمد هاي الحمد حوار هذه قطعة فقع زين حوار هذا طحين بر لازم تسوي شيء هذه كل اسبوع انا كل ما جت بالي ممكن مستحيل يفوزون علي ممكن إعادة أنا بتحدى الحريم كله إلا العدس العدس هاي العدس السنة الكبير ما أتحدى بس أبي البنات الجيل الجديد أتحداه رقم واحد نعم انا ابصم لك بالعشر انك ناجح وبامتياز نعم واباهي بطبخك يا بعد راسي نعم اباهي وافتخر به اقول هذه الساعه المباركه اللي يجمعونها ساعه كبرك اكسينا نعم ما قصروا ما قصروا طبخ ابو محمد انا عندي استعداد اقعد خمسة ايام اطبخ كل شوي اطبخ ليش المطبخ يا اخي ريح والله ما بيقول له هو يحط بهارات يحط الملح قاعد تنامره كل شيء موجود الفقع 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 شو اسمها؟ ويصري هذه ظهر البعير الله البعير ولا الحوار؟ ريان من جدة وأول مرة ياكل وين ياكل مرقوق مو بهنا أكله بيت جدتي بالقصيم مرة علي كذا مرة أكل وياه يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام شو مرة تاكله؟ معروف بقى الصوت الثاني لمين؟ طبعا الصوت الثاني للشيف علي باشا الله عليك خادر خادر رشح الصلحي أما أنا فرشحت الشيف علي نعم باشا وكلهم الله يبطل الصوت الحاسم هو صوتك نعم بلش من تختار أختار اللي راح يكتشفونه عن طريق الهاشتاج ادخلوا على الهاشتاج وتعرفون إن شاء الله مصوت لمين وأيضا تدخلون السحب إن شاء الله طيب الصوت حق بلهش يحطه في حساب إكسينا نعم. على تويتر وهو الصوت الفاصل الحاسم بيت ابو الهش هو الصلحي مبروك يا الصلحي روح يا عمي روح لك تسلم تسلم يستاهل يستاهل وين حاد ابو الصلحي ابو الصلح وينك طلعت لك ارض تجاريه والله تستاهل راسي كفو أبو محمد حبيبي تستاهل تستاهل هاي لحسك أنا يا بعد قلبي الحسك سكرة سكرة يا أخي سكرة أنا أقول لك بدر عن كل هاشتاج كل اللي عندي كلهم يبون حسابك أبشر يا حبيبي يعلني ما أدري حزنك على الله يحفظك ويسرهم وين بها حينة خلاص برنامجك تشوف
وتصير جدة إن شاء الله. الله ييسر أمورك. نص منتخب واحد إن شاء الله جاي دار الحي ما يحتاج أكيد جايينها. أبركك من ساعة والله يحفظك ييسر أمورك. فرصة سعيدة. الله يحفظك. والله يصل الحي. بس عادي شو تظهر أنت نفط؟ أظهر قماش. لا والله أنا عندي ضرسي. إيه. لو يوم رطوبة الحمل يشرب. نبي محمد بس عندك ولا مراعي. هذا اجي لمت بالبحر. نعم. وبندخل بالبحر على الونت ونصور. نعم. وبنصيد بالحداج تسمونه الحداج. نعم. حب حداج الحداج. الحداج الحداج. بندخل الحداج. وبنصيد. ان شاء الله. سمك. ان شاء الله. ولا جيت عندنا انت بسعودية بنطلع بنصيد قميري. توكل على الله. وضبان. ان شاء الله. خلاص. ضبان؟ اي ضبان. ان شاء الله. ما تحب الضبان؟ احب حتى لحم الكلاب. ها؟ هو لا إله إلا الله. الله يحفظك إن شاء الله. ملتو حطتوها بيه والله. ولا الرجال زين أربعة أصناف. أشهد. أشهد. زين رز وزين ربيان وزين شوربه. لا شرب. ما هو شوربه شرب. شرب. زين شرب. ربيان. شرب. شرب. MBB. إيه. لخير. هذا كلام. نحن حين سائرين باتجاه حوض السباحة وهذا حين ريحة الحوض هذه ريحة الحوض تفوتك تعرفونها ريحة الحوض أنا أعرفها بريحة المبيض أو معقم هاي اللي يروح ريحته ياو اسمي حوض السباحة واسميها بقعة واسمي كوفي واسميها دنيا واسميها أناسة واسميها شراغة يا بوك هاللي يدخل هالفندق ما هي بيض هرمه يا ربي والله يا ابوكم يا غير تحراه حلم 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 يا لسه تحلم يا ربي سمعتوا به اليور هذا هو اليور المعدي بعد ما بيور عادي اليور المعدي جهزوا انفسكم عشان اقول لكم هاي تغطيه هشام لهويش ما شاء الله عليه واحد من الامارات وواحد من لجنه التحكيم منصور ارقابه الله 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 خالد الخالدي مرحبا يا هلا والله فيكم لجنتنا الغاليه حبيبي منصور اليوم انت عارف تحدي ما بين مطبخ عالمي ومطبخ تعرف تقليدي وش توقعاتك اليوم شوف الصنع عنده مشكله بالتعقيم الرجال ذا علي باشا جايب معه قطاعه وقاعد يقطع تعقيم كذا هذا مقطع معي بالطبخ احنا جبنا قصير يعني هذا نقطه اولى تحتسب لصالح الطباخ باشا عنده صبر الصبر طال عمرك يا خالد نعم وش علاقه وش العلاقه اللي تربطك مع المرقوق مرقوق طال عمرك نصفي الاخر يا نعم نعم بعد اللي ما ياكل المرقوق ما يعرف للاكل الصبح يسنك ياكل البطانيه صدق لا انا الاكل اللي يعني تروم ترقد أيوة. هذا الاكل الحين سوشي كد ما ياكل قاعد طيب فوق الهني ما يوصل الجب طيب عكس يا عندكم ليش عكس هذا انت شو توقع انا والله بالنسبه لي نظافة التعقيم رقم واحد النفس رقم اثنين وبعدين بنشوف نفس كل واحد بالطبخ وشلون واللجنة ما شاء الله موجودة وامورهم طيبة ومزيين ما شاء الله ويحبون الدلع والامور طيبة ويلا بسم الله انتقلنا نروح نشوف الشباب جيك المقصة على كيف كيفك ايش هذا بلولة مرقوق واقع هذه ها الله هم يطول العمر هذا انا غش الحكام قسما بالله العظيم من الذي جديتك وانا لعيوني ذلي حد على يا لا لا علي ضبط اللجنة والله العظيم انا ان شاء الله هضبطكم الطعم انت تضبطك طعم مش حركات يعني طب حط حق قلبي محمد سلام عليك كيف الحال عساك طيب قلت حق عمي نبقى قصيدة حق الجمهور وبنطرش حق خالد الخالدي قال الحين بكلمه قلت ليش الحين تكلم الحين بنعطي لايف شو يقول الشاعر مبارك في النوم زارني غزالين فزيت انا من النوم فرحان اهلا وسهلا بالمضانين ترحيبه من القلب سلطان سلطان واحد مقره داخل العين بعين واحد معي قدر في ريحان تبغوني هو لا معدين قالوا حشان ابغاك يا فلان يا فلان
بنشدك مرسل هو وين؟ وين؟ مرسل هو ديره هو أيمن. أيمن حاول يستاهلون. هاي قصيدة منو عمية؟ ديال الله يرحمه. الله يرحمه. شيء غيرها؟ ونادر الرضيدان. شيء غيرها؟ وايد. الحين إحنا مع البيضان يوم نخلص إن شاء الله بنتفيق لكم. هذا الله يحفظكم راشد بن محمد بن عيد القبيسي يقدم عمه مبارك بن عيد بن زريد القبيسي الله يحفظهم. فيديوهات من وقت ما استوى السناب شات موجودات على اليوتيوب ومخزنات كلهن السيرات وليايات البحور والبرور الطباخ والنفاخ القصص الخراريف السيره اليايه كل شيء موجود على اليوتيوب. لا تقولون ما قلنا لكم، كل شيء موجود على اليوتيوب. طالعوني على اليوتيوب، لا تقولوا ما قلت لكم. ندخل على اليوتيوب، اكتب خالد الخالدي، دق على قناتي، خلاف هوس على اشتراك، تفعل الجرس. بس سارين ابراهيم، سارين الدرعية قول لي. ما شاء الله عليك، لمسية للسمة لكن اليوم بالردلة بس قسم ثاني اللي هو الباحث سرنا وين الأجواء الأجنبية. أيوة الكلاس. أيوة الفورمولا وين هب الكلاس يسمونه الفورمولا وين الفورمولا مع الأجانب. واليوم سايرين وين الفرع العربي اللي هو وين السامري وين الطرب والأكل واللقص. أيوة ده هو أكل فيه نزيل الأكلات الشعبية كل شيء فنان حب نزيل له إن شاء الله. الأقسام وايد ما جيناها البارحة 90% ما شفنا نحن وين الدري وين الأشياء التراثية مالهم الكلاسيك. فلذلك الحين نحن سائرين. قوم منصور قيبه حليلهم بعد داعينا اليوم على العشاء في البر، ما يندر عشاء اسم البر لكن قالوا هناك في نفس الدرعية نفس المنطقة. قلنا لهم إن شاء الله علم عند الله عاد هل إن نسير بيواحينا نوصل عند قوم قيب ولا لا. الله العلم عند الله، العلم عند الله. من ذا؟ السلام عليكم، وش حالك؟ الله الله يا سلام يا سلام. مرحبا مرحبا. هلا هلا. وش حالك؟ الله يسلمك. يا مرحبا أخ محمد، كيف القفاري؟ والله مليون مرحبا، مليون مرحبا بشهار. مرحبا مرحبا. ليش انا اذكرك كله ابو محمد؟ شو السبب؟ ما أدري، يمكن عاجبك الاسم، غالي عليك. الله يسلمك. أنا غالي أبو عليك. قلت هذا الرجال اسمه خالد شامسي، جينا هني في الفندق. شو عندك ياي؟ أنا ياي طال عمرك الفورمولا. ما شاء الله عليك. نعم. شو رأيك في ترتيبهم؟ والله ترتيبهم لا يعلى عليه. سبحان الله. نعم سبحان الله. شيء فنان، شيء هدف تاريخي وجميل. نعم والله. بس انت ما شفناك في الفورمولا. لا البحيت لك من خاري. هي لا لو دخل داخل تستمتع. ما واحد واحتفالات ودنيا وغي ليش ساعة واحدة. شوف انت اليوم نعم. بنصير نحن الدرعية وين شو اسمه اللي بنصير البجيري. الدرعية المكان التراثي. البجيري هي. نعم. انت ويتو البجيري؟ لا ما ينا. نحن الحين سايرين حق البجيري. لكن سمعنا فيها. شيء فنان. الله يسلم كله. أنا طالع بعد تمشي. أنا خلصت جولتي في الدرعية خلصت. نعم زين. شايف الخاطر؟ الله يسلم وين تعرف الرجال أنت؟ هذا منو ما يعرفه؟ كيف؟ هذا يوم الياباني صراحة استمتعنا من هاك اليوم ما شليته. لا أبو محمد زين. هني طاقة العودة. هاي النووي وهذا النووي السلمي. فلذلك الله يسلمك أحب تسوي سيرته حق لندن. هي الحين بيستوي القنبلة العودة. لا لندن لازم تشله. بيصير 100% إن شاء الله. والله تستوي سيرتكم روعة روعة. تركيع اليوم. مع السلامة السمي. ما لا لا خليتك مع السلامة. أقول لكم أبوي هالرجال شرهان علي. شو شرح كحينة؟ شرح يعني يارك وانت تقول توزع ليارك وأنا ما يبذني شيء. زين تلبسها بعيار ورا بيار ولا باليار رقم 20 الفريج جاب الزينة. أنا بعمر ما تصدني أكلها. أبو محمد أنت أنا بتوصل فريج التجار والدنيا منك بعيد. تي يا أبوي وراهم شيء بهانس. أقول لك بيني وياك بلوك كل شارع وراهم بهانس. زين بعد ود بعد تبع روح بهانس. زين منو من بني شامس انت حيله؟ انا من قوم برحمه والعمران. والله والنعم نعم خالد بن محمد برحمه.
الشامسي. الله يحفظك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك محمد. نبغي بس عاد شيء العقيلي ولا طيب. والدنيا ولا مرة ما يهمك من وصل. شو اسمه هو ذاك اللي شرد هريس؟ لا خليت من. مع السلامة خالد. مع السلامة. مع السلامة حبيبي. شو رأيك ندبه ونركب كلنا وراء؟ لا ما أقول أنا وقف في نص الطريق. شو بتسوي؟ أنا وقف نص الطريق ونزلكم. Thank you. سمعت إبراهيم؟ على على الهايوي على الهايوي تنزل. أسوي فيك زي ما سويت فيه اليوم. شوف سمعت إبراهيم البارحة؟ والله إنك كنت بموت أمس. صدق صدق كنت بموت يعني. ما تبضحش. شو طول الطريق كاعكي. رامي سويها فيك. أهلا وسهلا فيك. والله مليون مرحبا. واللي يجي منكم كله على القلب زي العسل. تسلم. تسلم يا البر. يحفظك إن شاء الله. شكرا على شكرا على هالاستقبال الجميل وعلى حسن الضيافة. وأبرك كساعة شوفك يا أبو شهاب. الله يخليك. الله يخلينا. أهلا وسهلا فيك في كل وقت. الله يحفظك. احمد حبيبي وين نحن سايرين الحين؟ رايحين الله يسلمك لحي البجيري. البجيري، البجيري عباره عن شو؟ منطقه تاريخيه. اها. فيها كافيهات، فيها مطاعم، فيها يعني فيها قي وطرب واناس ولا لا؟ فيها على خفيف يعني بالعشاء بجلسه. والله اي نعم. ما شيء على ضوء عرضه؟ لا هو كان تبع الفعاليات ومرافق الفعاليات حقت الفورمولا اي. وبعدين صار فيها مددوا ل 22 ديسمبر. البارحه كان هو اخر يوم وحيد مددوا الى 22 ديسمبر لجل الزحمه ما شاء الله. صحيح صح. الحمد لله. شو ابراهيم؟ اي نعم. رقدت انت؟ لا. اقول لكم واتصل تو رن ما سمعتوا؟ ما ادري كان هكذا ظهر ولا تاتي ولا لا. عازمنا عازمين اقوى منصور رقيبه هني في مزرعه ما ادري وين. و في هاي البقعة اللي نحن فيها اللي هي شو اسمها هاي؟ الدرعية. في الدرعية زين. في الدرعية عازمينا في مزرعة وانت اياه قال نحتريكم. قلت له ان شاء الله. تعذرت توني يوم دقت له قلت له جاينا احمد الله يحفظه بيمشينا في شو اسمها؟ الدرعية. خلي الدرعية الثانية. حي البجيري. حي البجيري. حي الطريف. وحي الطريف حي وهذا وكل حد والله يقول لي ضروري يصير لكن الحين معزر علينا رقيب هلا تون. زين شو بنسوي؟ دميت كلني السمك غفيت كلني الطير اه واوي لا من بطني واه واوي لا من ظهري هاي هاي وماشي لليله وباكر ان شاء الله رادين ابو ظبي ربكم يقدم لي في الخير. شو علي حين هذا بيت مبارك وليش بطيت صوتك وما بعلي اسمك انت اسمك احمد. نعم. احمد هذا شو اسمه؟ بيت مبارك. اسمه بيت مبارك وحن بنزل نحن؟ لا احنا بنروح للحي الجيري وهذا ما بنيه البيت مريته من عنده بس مسكر والله. أيوة. ليه سيجارتك علي أنا؟ وقلت ها بعد توايبت مفروض ما تتوايب هذا بيت مبارك طلق خلنا نسير بيت مبارك. شو مبارك هو أصلا؟ نزيل له هذا اللي تشوف عبارة عن ميني جنادرية خلصوا عاد حينه جنادرية كم مصغرة كان خلصوا أبوي ما لحقنا على شيء مش ما لحقنا على شيء مخلصين من البارحة الحين مددوا وشو ليه هنا بنسيل له؟ البجيري. بنسيل البجيري هو مددوه لين تاريخ 26 من الشهر سايرين له البجيري الطريف ميدان الملك سلمان. شهاب اقول لك سم الله عدوك الحين المنطقه هاي كلها مبنايه على اساس مثل الشيء القديم يعني؟ لا الله يسلمك هذه في حارات في بيوت في ناس ساكنين هنا زين يعني مو بس منطقة في مزارع هي كلها ملك خاص يعني زي هذا مكتوب سكن خاص وين من هالبيوت مسكونات اوادم فيه نعم بيت ناس هذا بيت عائله ايوه لكن هم ساكنين في هالمنطقه نعم هذا بيتهم ايوه لا قصدي المنطقه ككل ليش مسوين فيها هل هي منطقه اثريه صحيح منطقه اثريه لكن طوروها على اساس تسوي مزار الا صحيح يا سلام على اساس اني فهمت إبراهيم سمعته؟ سمعته زين شو اسوي عاد ويا هذا؟ ايش قاعد يتفاهمون الحين وياه؟ لا لا يفهمك بعد بس وجهي فهمني اولنا؟ لا فهمني ولا عنده خبر. الحين هاي بدايته صح؟ صحيح عباره عن شو؟ مطاعم، كافيهات، هذه كلها مصاحبه للفورمولا اي. كانت والان بدلوها لين 22 ديسمبر. وعقبه هذا كله ينتهي؟ ليش؟ يعني يكون ترجع منطقه تراثيه.
والله ما ادري وش الترتيب يكون. والله يا ليت يخلونه مكان على طول هذا يكون معلم سياحي ومتنزه للعرب اللي وادم اللي تي دون الاول ما فتحت في مصر قريه فلفله وما ادري شو وما ادري شو، لكن هذا عاد على رقم واحد وما شيء شراته. شوف الفلاية في النصيفه شيء جميل والله. الحين شيء غير هذا ولا شيء غيره؟ هذا هو كله؟ هذا احنا اللي جايين علشان فلاية صناعيات محمد احمد احمد نعم. الفلاية هذيل صناعيات ولا اي صناعيات؟ ترتيب يعني مرتبه كلها. ايوه هناك شوف طلع بسمع ازاي اوصف شبابيك هذا بس مطعم شبابيك. ثاني يوم على تلا بعد لقاء صدفة يجمعنا بينك بين حد اللي في الرياض سبحان الله هاك تطلع هذا نصيبي حد اللي مهبر ما يصير اداقيك سبحان الله. مرحبا بك في الرياض. الله يرحمك على نور خالد نور. خالد حبيبي ابو فيصل الحين المكان هذا كله كم اخذ وقت؟ طال عمرك سوق في قلت هناك شيء سوق صار لنا سنتين لكن هالبقعة محلات وهذه تقريبا ثلاث اسابيع اربع اسابيع. والله البارح المنصه اللي امس ياسين عليها الشيوخ هذه اقترن اسبوعين وهالمسار وهالدنيا كل شيء يقول لك في ثلاث اربع اسابيع مخلصين سبحان الله. شوف البقعه اللي تلف عليها هذه اللي هناك البقعه هذه كلها كان المفروض البارحه تسكر زين وجتهم الوامر وجتهم الوامر طال عمرك ومددوا الحمد لله 10 ايام الجمعه الطيبه والناس مستانسين جو حلو الحمد لله. هاي روح خبر حلو لا يفوتك. عندهم شيء يسمونه لحظه طوير الطريف شو جميل والله يفوتك عد ان شاء الله الله ييسر لك الامور ان شاء الله. زحمه يعني زحمه اليوم لانه فتحوا بالدلعه والله مش بالدلعه عندوك ها تعرف وين بنصير الطرف طريف 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 من هنا طريف يلا انت وصلتهم ولا يهمك يعني ما ذوق حزنك اهلا مداخل ممرات وما ادري كيف مسوي بوتيكات فيه مقاهي وين ما تصير وين ما تصير اشياء غريبه فريد وترتيب مميز جميل مستغلين كل كبير وصغير في المكان مستغلين كل كبير وصغير. شوف الله عليكم هالشيء اللي انا اشوفه هذا اسمه حي الطريف طريف ها؟ نعم زين عباره عن شو هالناس كيو الحين بتدخل داخل؟ اي بعد في فندق بعد جوا والله نعم هذه بلاد اي نعم صحيح. ليش انت محسسني انه شيء بسيط يعني ما بعاطي الحدث حجمه؟ والله انت لو تشتغل دليل سياحي فنشوك من سنين والله والله صدق احمد صحيح. لو في دليل سياحي انت تشتغل مال الزراعه وهذه الزراعه مال السياحه والله مفروض يروقونك ويفنشونك من سنين. علاقات عامه يعني لازم يكون ملم بكل شيء. وذي وين ملم انت الحين المعلومه اللي اعطيتنا اياها ما بعدله. انا بخلص. شوف الله عليك الحين كل هالعرب هاللوادم تريا يدخلون مجموعات مجموعات. هذا جسر يربط بين الحي هذا والحي القديم. هاك حي قديم اثري. في داخل هل بالعيالة عرضة وقهوة مال أول وفندق واستراحة وبيوت يعني شيء جميل يعني يستاهل العنوة. لكن هل إنه بيتم على طول أو بس قالوا مددين لين تاريخ 26؟ العلم عند الله. لكن نحن بويا حينا يعني تفرجنا. شو رأيك نصير عند الجماعة؟ هذا الموقع وهذا قصر قصر الدرعية. هذا قصر الحكم وين ربوا آل سعود وين استووا وين يو وتنتوا. هذا موقعهم. هذا هو قصر الدرعية نبته الأصلية للحكم السعودي من هالمكان من هالقصر قصر الدرعية اسمه. هذا علمه وهذا خبره وأشياء وايد عنه. لكن أبوي يبحث عاد يقرأ ويطالع خريطة الزوار. أيوة مكان واضح. شوف الله عليك ليش انت حاط
شو سبب انك حاطه؟ شرف لي. يلا الله يحفظك. الله يحفظك. تسلم. الله يبارك فيك. مشكور. مشكور طال عمرك. ما شاء الله عليك. ما شاء الله. يلا الله يحفظكم. مشكورين. مشكورين. ابشركم خلونا نحن ندخل قبل العرب عائلات كلهم. قالوا ابوي مخبرهم. قالوا ابوي هذا يبي يصور مع السوشيال ميديا وهذا. قالوا والله مرحبا ابو سهله. قربوني زد عن العرب كلهم. قال على ما تشوفون. نحن ما بي واحد لأن نحن عندنا تيم يظهر لك هذا انترستينج انترنس مدخل. السلام عليكم. ايش حالك؟ الله يسلمك. كيف انت؟ الله يسلمك. الله يحفظك. ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يبارك. السلام عليكم. ايش حالكم يا شباب؟ تبارك الرحمن. تسلم. تسلم. الله يرحبك على فضله. يبارك فيك. ايش حالكم شباب؟ كيف انتم؟ مرحبا. اول ما ابوي ما تجبد تيهكم ابوي دلالهم حافظ عليهم وعلى مصنعهم. اوكي حياكم الله في الطريف تراثي ونورتونا وشرفتونا اليوم. الله يبارك فيك. يراكم فخر وشرف لنا كلنا صراحه. الله يطول بعمرك. انتم الان هنا في مركز الزوار في متحف الطريف. نعم. حياكم الله في أرض الملوك. نعم. هنبدأ معاكم جولتكم الآن من هنا. نعم. هناخذكم من مركز الزوار. حيكون قائد سياحي مختص بكم. حياخذكم من هنا. حياخذكم القصر سلوى. من قصر سلوى إلى نزل. من النزل إلى عدة أماكن تراثية وجميلة جدا هنا. تبارك الرحمن. حتكون تجربة لا تنتصى نهائيا. إن شاء الله. حيكون شاء الله. يوم مميز جدا بحياتكم. إن شاء الله. شرفتونا جدا بزيارتكم. الله يرحم والديك. مشكورة يا بنتي. مشكورة. حاضرين بالواجب. الله يسلمك. الله يحفظك. الجولة كم؟ الجولة كم تبغي؟ كم تأخذ وقت؟ الجولة حقتكم هتبدأ الآن. نعم. تأخذ منكم من نص ساعة إلى نعم. ساعة إلى نعم. ساعة ونص نعم. على حسب اللي أنت تفضلونه. نعم. حتمرون من هنا حتنزلون على النزل. النزل هي 10 فلل. كل فلة مختلفة تماماً عن الثانية. نعم. حتعيشوا تجربة جداً فريدة من نوعها وجداً جديدة كلياً. حتطلع من النزل حتمروا على عدة أماكن تراثية وسياحية عندنا هنا في الطريف. نعم. بعد كذا حتشرفونا في المشراق. المشراق في قهوة فتيل. نعم. حتستضيفكم هناك أفضل استضافة بإذن الله. جزاك الله خير. من طيبكم وإحسانكم. مطل على الجميع. مناطق الدرعية. نعم. مكان جدا مميز للاسترخاء والتحدث والتقاط الصور أيضا. نعم. شرفتونا وأونستونا يا أهل الإمارات. جزاك الله خير. مكان ما تقصرين. ما تقصرين. جزاك الله خير. حياكم الله. الله يحييك ويبجيك. ان شاء الله. شكرا جزيلا. سنة 400 ميلادية تم هجرة بني حنيفة وهي قبيلة عربية سكنت اقليم اليمامة وتسمى الان مدينة الرياض. نعم. تم تأسيس الدرعية عندما دعا بن الدرع ابن عمه الذي يقيم في القرب القطيف للقدوم اليه بعشيرته وبذلك تأسست الدرعية الجديدة سنة 1446 ميلادي. كانت من اهم نقاط التحول الحاسمة عندما تحالف الامام محمد بن سعود مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبذلك بدات الدوله السعوديه الاولى سنه 1744 ميلادي. تم اتخاذ الطائف مقام الحكم وذلك في عهد الامام عبد العزيز بن محمد سنه 1766 ميلادي. هذه حاصرت القوات العثمانيه بقياده ابراهيم باشا في عهد الامام عبد العزيز في عهد الامام عبد الله بن محمد عبد الله بن سعود وسقطت الدوله السعوديه الاولى في عهده. إلى أن تمثل الإمام تركي بن عبد الله من تأسيس الدولة السعودية الثانية سنة 1824 ميلادي. سنة 1932 ميلادي تم توحيد المملكة تحت كيان واحد وأطلق عليها اسم المملكة العربية السعودية وذلك في عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمة الله. بارك الله فيك. تم حي الطريف قبل بدء اعمال التنميم. تم تصميمه قبل بدء اعمال التنميم عام 2009. نعم. في 2010 تم اضافته الى قائمه التراث العالمي التابعه لمنظمه اليونسكو. يحتوي على اهم مباني القرن الثامن عشر. قصر سلوى. الان نقف امام قصر سلوى. هذا قصر سلوى حين. هذا قصر سلوى. هي عباره عن سبع قصور ومدرسه ومسجد. ان شاء الله خلال جوله راح تتعرفون عليه اكثر. ان شاء الله. جامع الامام محمد بن سعود وقصر ثنيان. ان شاء الله خلال جوله راح نتعرف على بقيه الاماكن. تفضلوا معي على الاطلاله. جزاك الله
زين. على قصر سلوى. نعم. إن شاء الله خلال الجولة راح نتعرف على متحف الخيل العربي والمتحف الحربي وقصر الثليان. أتمنى لفتكم بمعلوماتي. جزاك الله خير. لا والله لفتينا وفتينا ونص. الله يسعدكم وحياكم. الله يرحم الرباك ويطول بعمرك. مشكورة يا بنتي. يا مرحبا. الله يرحبك على فضلك أخي عبد الوهاب. معكم مشرف السياحي اليوم عبد الوهاب المرزوقي. وتشرف خدمتكم. تفضلوا معي. جزاكم الله خير. الله يبارك فيك. والله والنعم. شكرا طال عمرك. نعم. هي زي ما تقول رمز الدرعية. والطريق دخلت اليونسكو عام 2010. نعم. وتفضل خلنا. هاي النافذة. النافذة هذه كانت من قبل تستخدم لإدخال المؤن، إدخال البضائع وقت الحصار أو وقت الحروب. لها مدخل من جوا وفي ناس يستقبلونها. طبعاً تيجي الإبل هنا. نعم. ويجي الخيل ويكون في واحد مستقبل من جوا يسحب ويدخل على الجيري. تفضل معي. طل على الجيري. البجيري هل كنا فيه هناك هذاك؟ نعم هذا هو هذا الإطلالة. نعم. عليه وعندك البزنس سنتر هنا بعد. هل هذا بس له وقت معين المكان ولا لتاريخ 26 ولا راح يكون على طول؟ حاليا اللي موجود عندي من المعلومات ان اليوم اخر يوم. والله اي والله اليوم اخر يوم. الحمد لله ان لحقنا عيال. وانتم اول زي ما تقول الزوار في المنطقه. ما فتح الملك الا قبل تقريبا 4 ايام. الله يبارك فيك. حاجه جدا جميله. الحمد لله. الحمد هذا من سعد حظنا. نعم هذا اللي هناك اللي هناك هذا الاساسات حقته خلوه زي ما هو من بعد الهجوم العثماني. نقدر نطلع فوق شوي باذن الله راح نمر عليه. اها دعنا الله يسلمك. هذه الاساسات كان في هنا مجلس الامام محمد يلقي منه خطابات على الشعب، واللي عنده استفسار ولا عنده اي يبغى خدمه من الملك الامير الامام يتقدم من هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايش حالكم يا جماعه؟ اهلا وسهلا حياكم الله. الله يحييك ويبجيك. الله يحفظك. راح يكمل معنا التور في اسوار قصر سلوى. تفضلوا معي حياكم الله. مرحبا بك وسهلا. ايش اسمك؟ الله يحفظك. فهد البوري. والله والنعم. معك زوج عبد. انا خالد الخالدي. ونعم والله. وهذا ابراهيم بن توفيق. ونعم. وهذا كربيعنا من السعوديه. ونعم. عرف بعمرك عاده. كم مره احمد. ونعم من جميع. حياكم الله كلكم. اهلا وسهلا. يا الله يرحبك على فضله. تفضلوا. يزيد فضلك. طبعا احنا داخلين الحين باهم المناطق قصر سلوى. نعم. حي طريف. هذا قصر سلوى. قصر سلوى يندرج تحته عديد من القصور. داخل عديد من القصور. سكان هنا عده ائمه ابتداء من الامام عبد العزيز بن محمد انتهاء بالامام عبد الله بن سعود. طبعا زي ما تلاحظون عندنا هنا في الجهه اليمنى اذا تشوفون هذه النافذه. طبعا هذه النافذه كانوا يستخدمونها وقت الحصار اللي كان من الدوله وان داخل البلده واحتياجاته. شفناها تونا من برا. كانت من برا. وحين شفناها من برا. سور قصر سلوى. زين. تفضلوا وحياكم الله. يزيد فضلك. سلام الله يسلمك. عشان العرض المرئي اللي بالخارج فيطفون النور عشان ما تاثر على العرض. ايوه المرئي. يعني هني احسن الزياره في النهار لو في الليل. كلها والله حلوه في الليل الاضاءات وفي النهار نور الشمس. هذا الميلس الحين. هذا المجلس. طبعا هذا المجلس اللي كان يجلس فيه الامام معالي البلده لحل القضايا والنزاعات اللي كانت بينهم. عندنا هنا بالجهه اليمنى زي ما تلاحظون الغرفه الصغيره هذه تسمى المختصر. طبعا المختصر كان يجلس فيه شخص واحد مع الامام يحلون مشكله او عندهم نقاش مختصر بين شخصين. بعد كذا زي ما تلاحظون عندنا المبنى مرتفع. طبعا المبنى كان يتكون من 3 طوابق تاكلت مع مرور الوقت. الكل طابق فيه نوافذ زي ما تلاحظون عندنا كانوا يستخدمون هذه النوافذ لتجديد التيار الهوائي داخل المكان ودخول ضوء الشمس. سبحان الله. تفضلوا معي. زين تفضل. هذه العوارض الخشبيه طبعا هي اللي مخليه البيبان صغيره لان بعد عمليه ترميم استخدموا الاخشاب عشان يحافظون على الطابع التراثي. فالاخشاب حجمها صغير بذلك بعد الترميم صارت الابواب صغيره. لكن هاي الاخشاب من قبل لو انتم مسوينها؟ هذه مع الترميم تسوي. جديد. طبعا هي كانت موجود من قبل اخشاب بس هذه اخشاب اقوى لان قبلها تهالكت. الجدار تم ترميمه من قبل سياسات وضعتها منظمه اليونسكو المنظمه العالميه لتسجيل وتوثيق التراث. طبعا زي ما تلاحظون عندنا الدعائم الخشبيه هذه الدعائم تدعم الجدار وتحافظ عليه من السقوط.
المرحلة الأولى كانت تدعيم الخشبي، المرحلة الثانية عندنا استخدام الطوب اللبن، استخدمه في حي الطريف ما يقارب 3 مليون قطعة من الطوب اللبن ترميم الحي كامل. طبعاً أول بناية كانت لهذا الجدار في القرن 18. الأماكن هاللي إحنا كلها نمشي فيها عبارة عن شو؟ الحين في قصر سلوى. هذا والممرات. الممرات هذا اسمه ممرات قصر سلوى. أيوة. القصر يتكون من أكثر من قصر داخله. نعم. فهذه الممرات كلها داخل قصر سلوى. الحين احنا متواجدين داخل قصر سلوى. طبعًا هذه الإطلالة من داخل القصر تطل على الحي السكني. طبعًا الحي السكني داخله في مكان يسمى سبالة موضي وفي بيت المال. سبالة موضي وقف. نعم. للتعليم. بيت المال كان يجمعون فيه الزكاة ويوزعون على الفقراء المحتاجين داخل البلد. نرجع سبالة موضي، طبعا موضي هي زوجة الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى، اسمها موضي بنت سلطان أبو وهطان رحمة الله عليهم كلهم أجمعين. آمين يا رب. تفضل معنا كمل باقي الجولة. المكان كله فيه إضاءة، المكان كله فيه إضاءة كاملة، لكن بس عشان عندهم عرض مبندات الليتات من الجهة الثانية، هذا لأنه ما يوصله العرض فالإضاءة مثل ما تشوفون. شيء جميل تشكر عليه المملكة وعلى جهد جبار ما شاء الله، حاطين مجموعة شباب من بنات من ذكور وإناث وكلهم قائمين بشغلهم على أجمل ما يكون على أتم وجه. يعني الله يبارك فيهم ويبارك في من لقنهم درسهم وعلمهم علم التاريخ، حافظين تاريخ بلادهم. يعني الله يبارك فيهم يطرح فيهم البركة ما شاء الله. تطوير الدرعية اسمها اللي مصلحين، يعني التطوير هذا هي تطوير الدرعية ما شاء الله. هيئة تطوير الرياض مع هيئة تطوير مع بوابة الدرعية. بوابة الدرعية. صحيح. والله معلوماتك كلها غلط بارك، قلت له ما تخبرنا عن اي شيء، عندنا الشباب مقصرين. لا والله ما قصر ما قصر كل معلومات غلط. الفكره انا جبت الفكره يا رجل، خف علينا. طبعا عندنا اذا اسمي تغلط فيه انت بعد ايش اسوي؟ هاي مدرسه القران والعلوم الفقهيه. تفضل اللي حابين تشوفون. روح ابد بعدك. كلها كانت مدرسه، هاي كانت مدرسه يدرسوا بها القران والعلوم الفقهيه. طبعا المدرسة كانت دورين بس تأكلت مع مرور الوقت، زي ما تلاحظون عندنا الدرج يوضح كذا. عندنا الأحجار اللي موجودة هذه أساسات البناء، كانوا يستخدمون الأحجار في أساسات البناء، وهذا كانت تميز أهل نجد في طرق البناء عندهم. سبحان الله، باحثين ما شاء الله عليهم أهل نجد، ما يخلون شيء ما يعرفونه، لو ما يخلون شيء ما سووا هالدنيا كلها ما شاء الله عليهم. يا الله يحفظهم. هاي بقايا مسجد حاليا، هذه بقايا المسجد، هذا يسمى المحراب، مكان وقوف الامام ومكان تحديد اتجاه القبلة. طبعا ان شاء الله خلف المحراب عندنا البير، بنطلع عليه الحين ان شاء الله. ان شاء الله. تفضل هلا وسهلا. زيد فضلك. عندنا هنا هذا البير، طبعا البير نشف الحين مع مرور الوقت. نعم. البير كان كم قامه البير هذا؟ كم قامه؟ والله بالضبط ما عندي معلومة، ما ودي أقول لك معلومة غلط، بس إن شاء الله برجع لها وأعلمك فيها إن شاء الله. جزاك الله خير. طبعاً الماء جريب عندكم في الرياض؟ الماء كانوا يحفرون ويطلعون الماء من تحت. أدري بحبيبي أدري. إيه؟ لا لكن عادة المتعارف حالياً الماء جريب من السطح الأرض ولا غزير؟ مناطق عن مناطق تختلف. هني عندكم على عموم هي موجود وادي حنيفة، وادي حنيفة مكان سيل مياه، فتحفر بتلقى مويه. ما شاء الله ما شاء الله تبارك طبعًا الرحمن. طبعا البير هنا كان يفيض وينتنزل مويه لوادي حنيفة. بعد كذا عندنا الحجر اللي موجود بين النافذتين اذا تلاحظونه معي هناك. هي نعم. هذا الحجر يسمى سابقا المزولة. نعم. فكانوا يستخدمون هذه المزولة لتحديد مواقيت صلاة الظهر والعصر، بحيث ان الشمس تيجي على الحجر ويطلع منها الظل، وبحسب طول الظل يحددون موعد الصلاه. سبحان الله. بعد والمغرب كانوا يستخدمون الشفق الاحمر، العشاء بعد مرور المغرب كانوا يصلونها من الشفق الاحمر. نعم. من ظهور الشفق الاحمر، العشاء بعد انتهاء الشفق الاحمر بنصف ساعه، الفجر من ظهور الخيط الابيض. تبارك الرحمن. تفضلوا معي كمل. استفدت من معلوماتي، تفضلوا معي المتحف الدرعيه، تكملون باقي جولتكم. جزاكم الله. تكملون معكم ان شاء الله. ما شاء الله ما مسوين ترتيب الجماعه، كل واحد له حدود معينه، كل مجموعه من الشباب لهم حدود، وبعدين يقبض المعرف الثاني. من معرف لين معرف، من معرف من مرشد لين مرشد، بهالطريقة. رسالة شرفتونا وحياكم الله. يحييك مشكور. يعني الله يحفظك. السلام عليكم. هذا متحف الدرعية. مرحبا وسهلا. أهلا وسهلا، حياكم الله متحف الدرعية. الله يحييك ويجزيك. والله والنعم. نعم بحالك، حياك الله. تفضل. مرحبا بك سهلا. كيف كانت جولتكم؟ والله في من أروع ما يكون. حياكم الله، هذا شرف لنا. جزاك الله خير. نحكي لكم عن انطلاقة الدولة السعودية الأولى والثانية، نحكي لكم عن شجرة العائلة، وراح تشوفون السيف الأجرة. تفضل. زين. انطلاقت الدولة السعودية الأولى. بين هذه الجدران العظيمة كان مقر حكم لحكام آل سعود.
الإمام محمد بن سعود كان آخر أمراء الدرعية وأول أئمتها، سمع بوجود الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبشدة تفقهه بالدين، نصحته زوجته على أن يقابله ويتفق معه في بيت بن سويلم الموجود في حي سمحان. نعم. اتفقا سنة 1157، وبعد الاتفاقية العظيمة هذه تم توحيد كلمة الله وتطبيق الشريعة الإسلامية والتخلص من البدع والخرافات. ومن مخرجات هذه الاتفاقية العظيمة نحن نسير على نهجها إلى الآن ولله الحمد. الحمد لله. توفي الإمام محمد بن سعود سنة 1179. في أي استفسار؟ الله يرحمه ويشفيه. واضح. باقي الجزئية حياكم الله. الله يتسلم شي حفظك. هنا راح نتكلم عن منطقة التعليم. اهتم الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود بتعليم الفقه والعقيدة الإسلامية، زي ما نشوف بعض النماذج: القرآن الكريم، أدوات الكتابة، بعض كتب العقيدة. هذا كتاب حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كتبه بخط يده والنقوشات الموجودة عليه ماء الذهب. طبعا كانوا يهتمون بتعليم الفقه لتخريجهم أئمة وقضاة. هنا راح نشوف شجرة النسل إمام محمد بن سعود امتدادا من المانع المريدي إلى الإمام محمد بن سعود. حياكم الله، نستكمل جولة مع المرشدة مريم، تفضلوا معي. كيف حالك؟ الله يسلمك، الله يحفظك. معكم أنا العنود. والله والنعم. بكمل لكم ما بدأت فيه زميلتي. جزاك الله خير. نتكلم عن الإمام الثاني من أئمة الدولة السعودية الثانية، الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود. في عهده أصبحت الدرعية مركزا للتعليم والتجارة. نعم. حكم لمدة 40 سنة وبدأت التوسعة في عهده، وركز على مناطق شبه الجزيرة العربية. تفضلوا معي. ننتقل الآن إلى الإمام الثالث، وهو الإمام سعود بن عبد العزيز، واللي يسمى الإمام سعود الكبير. نعم. أي حكم لمدة 11 سنة، سمي بسعود الكبير لأنه نقل التوسعة من مناطق شبه الجزيرة إلى مناطق أكبر وأوسع، حيث وصلت تقريبا إلى حدود اليمن، العراق والشام وبعض مناطق الخليج العربي. نقدر الآن هنا نشوف رسالة بين الإمام سعود الكبير وسليمان باشا العثماني. الأختام هذه أختام لأئمة الدولة السعودية الأولى، وهذا نموذج من السيوف اللي كانت تستخدم في الدولة السعودية. العملات اللي كانت تستخدم بالسعودية الدولة السعودية الأولى واللي كانوا يميزون بينها بالمواد اللي تصنع منها، مثل ذهب، فضة، نحاس. هذه كانت تسمى بالفرنسي أو الريال الفرنسي. هذه عملات حقيقية وجدت أثناء التنقيب. نشوف هنا عملات، وهذه أختام. احنا الان بمنطقة الامام عبد الله بن سعود. نعم. وهذا الزي الرسمي له، نقدر نلاحظ الوان الملابس والخامات اللي كانت تستخدم في هذاك الوقت. الامام عبد الله بن سعود كان اخر الأئمة بالدولة السعودية الاولى. نعم. في عهده واجه تحديات كثيرة. الزي هذا زي شتوي ولا صيفي؟ هذا اعتقد انه كان شتوي لانه كان صوف. هي انا اشوف انه صوف ريج يعني. الإمام عبد الله بن سعود كان آخر الأئمة بالدولة السعودية الأولى. رحمة الله. في عهده واجه تحديات كثيرة من قوى خارجية. الإمام عبد الله بن سعود. نعم. كان دبلوماسي جيد، حيث تفاوض مع العثمانيون على أن يسلم نفسه مقابل حماية شعبه. بعد ذلك أخذ إلى إسطنبول ليعدم، وعلى أثر ذلك سقطت الدرعية سنة 1818. لا إله إلا الله. وانعدم في هنا؟ أعدم في إسطنبول. لا إله إلا الله. مشاعر هنا. نعم. الخبوق هايل. أيوة بالضبط. هذه آثار للقذائف اللي استخدموها العثمانيون أثناء الحصار. إيه؟ وهذه قذائف حقيقية وجدت أثناء التنقيب. لا حول. هاي العثمانيين. من العثمانيين. نعم. هذا يبين لنا الحرب كيف كانت شرسة وقوية. إيه؟ وبرضو القذائف اللي استخدموها كيف كانت جدا قوية، والدليل أنها صابرة إلى وقتنا الحاضر. سبحان الله. من كم سنة هذا؟ من سنة 1818 ميلادي. ما شاء الله. هنا نشوف أساسات قصر سلوى. وإحنا الآن قاعدين نسمع أصوات الأبواب بعد سقوط الدرعية. أهلا وسهلا فيكم بالدولة السعودية الثانية. ما شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
سنة 1824 أسس الإمام تركي بن عبد الله الدولة السعودية الثانية في الرياض وطرد الحاميات المصرية من نجد. هذا مثال للسيف اللي كان يستخدمه الإمام تركي بن عبد الله واللي كان يسمى بالسيف الأجرب. هذه نسخة منه والنسخة الحقيقية حاليا موجودة مع الملك سلمان حفظه الله. يا الله يحفظه يطول بعمره. في أحد عنده فكرة ليش كان هذا يسمى السيف بالسيف الأجرب؟ لا والله انت يا ستي تخبرينا. لأنه كان يوجد على نصله أي مقدمة السيف صدأ بائن، لذلك سموه الأجرب. الأجرب أي كان الصدى يعني زي شكل الجرب. هي سبحان الله. الدولة السعودية الثانية إلى وقتنا الحاضر. الحمد لله شيء جميل وتخطيط أجمل وأداء منكم أنتم ما شاء الله تبارك الرحمن، أداء مميز وممتع يعني، وطريقة إلقاء مميزة يعني. على الله يحفظك ويطرح فيك البركة أنت، من درسك ومن لقنك ومن علمك هالكلام كله، وتحس إن الشيء هذا ظاهر من الخاطر، فهذا روحه يعني روحه يعطي للمجهود إبداع. أكيد مكان فخر لنا. اللهم لك الحمد. على الله يحفظ وبلادكم تستاهل، ونحن نحن من نحن بعيد بيننا وبينكم برور وبحور، وفخرنا أنتم. الله يسعدكم. أنتم فخر. نعم. على الله يحفظكم يبارك فيكم. مشكور يعني يفداك، مشكور طال عمرك. يا الله يحفظك. جزاكم الله كل خير. إيه؟ سنة 1902 عاد الملك عبد العزيز مع 24 رفاقه من الكويت ونجح باستعادة الرياض. نعم. من كان فيها الرياض؟ بعد انتهاء سقوط الدولة السعودية الثانية. هي. خلاص ما كان فيها أحد، رجع لإنشاء دولة سعودية. من يد ويديد. أيوة. سنة 1906 عرفت الدولة لأول مرة باسم مملكة نجد والحجاز وتوابعها. نعم. سنة 1932 عرفت الدولة رسميا باسم المملكة العربية السعودية. سنة كم ميلادي؟ 1932. الحمد لله يعني زين. من زمان وايد. من 88 سنة. ما شاء الله ما شاء الله. والتاريخ 23 سبتمبر من كل سنة احنا نحتفل بيومنا الوطني. يعني دوم. يعني دوم. الأيامكم كلها فرح وسعود وأناسة وخير ورضا وعافية. الله يعطيك العافية. آمين. يعلى الله يحفظكم. هنا أنا ما أدري الرسائل. بارك الله فيك. خلنا ياسين صور. تفضل يا بنتي. أحببتم جولتي معكم بإني أعرض لكم أكبر شجرة عائلة مالكة بالعالم من حيث العدد، ابتداء بالملك سلمان حفظه الله، ابن الملك عبد العزيز، ابن الإمام عبد الرحمن، ابن الإمام فيصل، ابن الإمام تركي، ابن الأمير عبد الله، ابن الإمام محمد. الإمام محمد هو مؤسس الدولة السعودية الأولى، الإمام تركي مؤسس الدولة السعودية الثانية، والملك عبد العزيز مؤسس المملكة العربية السعودية. رحمة الله عليهم أجمعين. نموات ويخلي إن شاء الله هلا الأحياء ويطرح البركات في عيالهم ذكورهم وإناث. اللهم آمين. هذا أبجيري هذه. سبحانك يا رب. شوف المكان مجمله. على قصر سلوى. السلام عليك يا سمي. إيش حالك الله يحفظك. كيف أنت؟ الله يسلمك. يلا عطنا المعلومات. من هذه واضح أمامكم مجسم بروز عن قصر سلوى. ما شاء الله. هذا شكله عام 2007 قبل الترميم. نعم. قبل الحينه. نعم قبل ما يترمى. في عام 2007. نعم. طبعا انتم بدايه رحلتكم كانت بدايه من هنا. نعم ايوه. دخلتوا مع الممرات. هي. جيتوا من هنا. استمرت معكم مرات وقفتوا عند الجامع. نعم صحيح. دخلتوا وجيتوا هنا مع الممر هذا. نعم. الحين وين؟ الان راح اوضح لك احنا وين. ايوه. طبعا دخلتوا من هنا ومريتوا مع الجسر. هي نعم هذا اللي توله. هذه المنطقة اللي كانت تتحدث عن السيف الأجرب. أيوة يعني أيوة. أنتم وين توقعون إحنا فيه؟ الحين ها أتوقع هني هذا هالمكان. إحنا متواجدين هنا الآن. والله؟ نعم. لو تلاحظ بالأعلى هذه المنطقة تسمى بطن الحوض. هنا هني موجودين في هالمكان. طبعاً قصر سلوى مساحته 10,000. تبارك الرحمن. هذا المكان ها. نحن الحين تحت هذا. تحت هالشرفه. شو اسم المكان هذا؟ هذه بطن الحوض. نعم. بطن الحوض هو جلسه خاصه كانت لاهل البيت. هي. دخل هو براد. نعم. تبارك الرحمن. تلاحظون بعض البيوت فيها فتحات زي للدائره وهذه ضرب قذائف العثمانيين. نعم. ضربهم عاسوق. زين. ممتع إن شاء الله. جزاك الله خير ولدي. آخر منطقة في متحف. بارك الله فيكم. مشكورين. شكرا على هالمجهود الجبار. يا الله يحفظك يطرح البركة.
يخليك ان شاء الله. الله يطول يرحم من ربك ان شاء الله ويخليك. ومتحف الدرعية وبين ممراته الان على يدي اليسار هنا هذا مسجد الامام محمد بن سعود رحمه الله عليه. رحمه الله عليه. المسجد يتسع من 3000 الى 5000 مصلي ما شاء الله. الان جزء منه هو يعني زي ما تقول مرمم والباقي انهد بعد الغزو العثماني. سبحان الله. تفضلوا معي. رايحين حاليا؟ حاليا احنا رايحين للنزل. النزل نعم. هي تقريبا 13 فيلا. نعم. كل فيلا تحكي قصه من الماضي. نعم. احنا نسميها هنا بوابه الماضي. تخش تعيش الاجواء اللي كانوا عايشينها في 1720. باختصار حاليا نحن وين رايحين؟ احنا باذن الله الان احنا امام النزل. النزل هو تقريبا 13 فيلا. كل فيلا تحكي لك قصه عن الماضي. نعم. وعلى ما نسميها نحن هنا بوابة الماضي. نعم. عشان تعيش وتحس باللي كان يحسوا فيه. لكن نحن الوقت اللي عندنا ضئيل، شو تقدر تراوينا باختصار؟ ان شاء الله راح اوريكم ضيافة اللي هي فيلا وحدة. فيلا بيت واحد يعني نزل واحد يعني. باذن الله باذن الله. الضيافة واذا حابين شيء ثاني جزاك الله. لكن احنا اللي بنسير اللي فيه شباب اولاد صغار يمثلون دور. الشباب راح يكونوا ان شاء الله على نفس المسار يمثلون. اها. ان شاء الله. تمثيل شو التمثيل؟ ان كيف كانوا يلعبون قبل، طريقه ايش الالعاب اللي كانوا يستخدمونها، ايش كانوا يغنون، فهذه راح تعيش مثل باذن الله. السلام عليكم. حياكم الله. يا هلا يا هلا ويا مرحبا. ساعة مبارك انكم زرتونا. ساعة كبرك. السلام عليكم. الله يحييك. الله مليون مرحبا. استريح ويلا حيهم تو منور بيتي. الساعة المبروك انكم جيتونا. اسفرت ونورت واستهلت وامطرت. تفضلوا استريح خل قهويكم تفضلوا. يا ابراهيم قهوة القدوة ارجع. تفضل استريح استريح تفضل استريح 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 تفضل حياكم الله. يلا حيا ابراهيم. يلا حيا وساعتها مبروك انكم جيتونا. اليوم عندنا بالدرعيه تبي تدخلون في النزل 12 بيت تبي تعيشون حياتنا معنا ان شاء الله. كل بيت في بيت كيف نكرز التمر وكيف كان الاكلان الشعبي والطب الشعبي عندنا وكيف ندرس عيالنا وسوقنا السوق الكبير عندكم المكتبة كيف كتبنا القديمة وبعد ما تقهون وتاخذون راحتكم وتريحون تفضلون معنا تشوفون الدرعية. والله إننا مبسوطين فيكم وإننا سعداء أنكم جيتونا في هالبيت. يعني الله يحفظك يبارك فيك. الله مسهلا شرفتونا ونورتونا. الله يرحبك على فرق جايتكم. ساعتك أبرك. مشكورين واكرمكم الله. حياك الله. على الله يحفظكم مشكورين. والله اننا سعداء فيكم. جزاكم الله كل خير. بارك الله فيكم. نورتونا. نحن اهلكم ونحن ما لنا بد منكم. يا بعد راس والله. على الله يحفظك. مع السلامه. اكرمكم الله. مع السلامه. مع السلامه. على الله يحفظك. الله يرحمكم. مشكورين مشكورين. حياكم الله. اصبرت ورورت ونورت وديرات. الله يبارك فيك. حفظكم مشكورين. ولكم بالمثل. ولكم بالمثل. بارك الله فيك. نورت يا هلا بالجميع. حياكم الله. احنا الحين بنكرز التمر. اذا حابين تشوفون كيف نحفظ اكلنا. حياكم الله. تفضل. الله يبارك فيك. يا هلا الله يطول. يلا حيهم. والله تقول صدق. تحس انك قاعد. شوف هذا الزي الشوف. الله يحييك ويبديك يطول بعمرك. نورت الدرعيه. الله يحفظك. بارك الله يبارك فيك. يا هلا وسهلا شرفتنا ونورتكم. تفضل بس الشيخ ثنيان. هذا شوف طفنا على بيت شيخ ثنيان وهذا بيت الطب الشعبي. نعم. زين وهذا هذا بناء كيف بنات الطوب قبل. زين زين بارك الله فيك. ودنا نخطف على البيوت كلها لكن ما شي وقت. اي نعم والله اماكن. نعم نعم اللي بي لازم يجي من وقت ويتريه البيوت كلها. كل بيت له قصة وكل بيت له تاريخ وكل بيت له عبق وكل بيت له شيء يميزه عن البيت الآخر. نعم. فاللي بي والله يرحب على فضله مليون مرحبا. هلا بك وسهلا. الله يسلمك ويطول بعمرك. شكرا طال عمرك.
ضروري ضروري اللي بيت البيوت كلها ما يخلي واحد منها. السلام عليكم. الله يطول بعمرك. وصلنا الى نهايه النزل. نعم. النزل اللي كانت عباره عن فيلل من 13 فيلا تحكي قصه من الماضي وعشتوها شفتوها ان شاء الله. نعم نعم استانسنا وانبسطنا. حياكم الله في ديرتكم الثانيه في ديرتكم الاولى بعد. يا مرحبا ومسهلا. يا مرحبا. شكرا. شو اسم المكان؟ المشراق. هذا المشراق. نعم. كانوا يجلسون فيه قبل. نعم. وقت الشروق ووقت الغروب. نعم. ويتبادلون الحديث في هالمكان. في هذا المكان مطل على الجيري ومنظر جدا جبار وجميل. سبحان الله جميل وجميل. ها في النهار اتوقع يكون اجمل ولا انا غلطان؟ اي نعم اي نعم. في النهار جميل جدا. في النهار يكون اكثر جماليه صح؟ يبين لك طريقه بناء البيوت قبل والشجر والمزارع هنا. سبحان الله سبحان الله. ابوي عندهم كوفي. كل شيء فيه وحلويات وحار وبارد وكل شيء وقاعده في منتهى الروعه. واطلاله جميله اطلاله جميله يعني في منتهى الروعه. انسنا والله في جوله في منتهى الروعه. مشكور على كل شيء سووه شيء جميل مميز. انبسطنا وعينا من الله خير. اتمنى من الله ان يكون دائم هذا الشيء ما يكون بس مؤقت. يعني هذه خبز ما ادري يعني هاي خبز العصاج هي اشياء وايد فوق هناك طرب يعني كل شيء فيه فنان وكل غالب انا اشياء شو دواخه ما ادري شو يعني اللي دخلنا منه مساعة هناك الدخله طفنا سيده منك 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 ظهرنا شيء وصرنا متاحف والدنيا وردينا حين جاي من الطرف هذا يعني هناك حلم مسرحك اللي تولي كنا فيه يعني أجمل شيء هالفلاية عطي المنظر شيء في منتهى الروعة تبارك الرحمن. بسلمان هلا شكرا لك خليت منك يا بعد راس يعني الله يحفظك. مشكورين على حفاوة الاستقبال الله يزكي يعني الله يطول بعمرك الله يزكي. مشكورين على بيت أوسع إن شاء الله إن شاء الله فيك عيون القصيم الله يحفظك. القصيم أوصل الله يسلمك أحبك الله يحفظك يا مالا بالكعب لا خليت منك. مع السلامة.